المحافظة شهدت خلال اليومين الماضيين ساعات الذروة وأوقات الذروة من الأيام، وهو أكبر عدد دخل فيه عدد من الزائرين، لكن اليوم يعني نلاحظ ارتياح في حركة الزائرين، يعني هنالك في بقدر يعني عدد الوافدين هنالك مغادرين، وبالتالي هذا يعني نوع من النسبة والتناسب ما بين الوافدين وبين المغادرين، هذا يدل على أن الحركة تسير بإنسيابية عالية، لم يحصل أي يعني زحام مروري خلال هذه الأيام، خلال الأربع أيام أو الخمس أيام الماضية أيضا لم يحصل أي حادث مروري بسبب يعني تنظيم حركة سير العجلات من قبل مديرية مرور محافظة واسط. والحديث أكثر حول ما تقدمه هذه المواكب الحسينية، انضم إلي العدد من الخدام في المواكب. تفضلوا. السلام عليكم. السلام. شنو أسماءكم؟ علي، مصطفى، حسنية، 14 15 15 سنة أعماركم وتخدمون بالموكب. إيش قصة لكم هنا بالمواكب الحسينية موجودين؟ أسبوعين صارنا. نشتغل من 6 الصبح، نبدي نحضر وجبة الغداء، بالبداية نحضر وجبة الريوق من 4 إلى 6، من 6 نبدي نحضر وجبة الغداء الصبح، نوزع بال10 الغداء، ونوزع العصرية هريس وكاستر، وبالليل نوزع فلافل وبتيتا. يعني انتوا اكيد يعني بالمدرسة داخلين دورات بهاي العطلة، شلون وفقتوا بين الدورات وبين السيارة؟ دورات تقوية، ونخدم يعني نخلص الدورات ونجي نخدم لحد الزيارة الأربعينية، من بدايتها لنهاية الزيارة، وراها بأربع أيام نخلص ونروح زيارة أبو عبد الله. إيش قصة لك كم يوم هنا؟ أسبوعين. مستمر. بيش ساعة تجي بيش ساعة تروح؟ أجي بالتسعة أرجع بالوحدة. اللي يسووا هنا بالموقف؟ نعم. عمالك اليوم أنظف، ثلج أجيب، غراض للموكب أجيب. هم تعبتوا هاي الأيام؟ تعبتوا؟ حسيتوا بتعب؟ لو ماكو تعب بالخدمة؟ ما تعب وجه عبد الله، ماكو تعب أبد، يعني نشتغل ما نحس بتعب ولا أكو ملل، ولا أكو ملل، يعني نشتغل كله لبا عبد الله، ما تعب وجه عبد الله، لا نحس بتعب، نشتغل من الصبح لليل ما نحس بتعب. الخدمة راح تخلص يعني زيارة باكر الزيارة، وعقبه يعني الزوار يغادرون بعد ماكو زيارة، هم أكيد ضايجين على هذا الشيء. طبعا، يعني احنا نخدم هنا اسبوعين لابو عبد الله للزوار، يعني من تخلص الزيارة اكيد نضوج، يعني هاي ايام ابو عبد الله الحسين. ما قصرتوا بالخدمة؟ لا ابد، يدلون عليها الزوار. ان شاء الله السنة الجاية والسنة اللي بعدها واللي بعدها خدام لابي عبد الله، موفقين ان شاء الله شباب، الله يحفظكم. نعم اعزائي مشاهدي قناة الايام الفضائية، كما شاهدتم قبل قليل اطفال يعني ربما فتيان صغار في العمر، وهم ايضا بدون كلل وبدون ملل مستمرين بخدمة أبي عبد الله الحسين على مدى 24 ساعة، وأيضا هم عبروا عن يعني حالة من الاستياء لديهم بسبب يعني انتهاء موسم الزيارة. هذه الأيام تعتبر يعني بالنسبة لهم أيام يعني خدمة أبا عبد الله لا تعوض ولا تقدر بثمن. ها يعني هذا ما هؤلاء الفتيان الصغار. كما ذكرت لكم أن المواكب الحسينية في المحافظة بشكل عام تقدم خدماتها خلال موسم زيارة الأربعين، تمت مشاركة 2500 موكب حسيني، أيضا قدموا الطعام والشراب على مدى 24 ساعة. أيضا يعني بالنسبة للمواكب، أغلب المواكب الحسينية في مدينة الكوت في منطقة المالح أو جنوب مدينة الكوت غادرت باتجاه كربلاء المقدسة، قامت برفع سرادقها ورفع يعني ما يحتاجوه من المؤن والقدور للطبخ وتقديم الخدمات هناك داخل كربلاء المقدسة. ربما قرابة 1000 موكب حسيني حاليا من محافظة واسط داخل كربلاء تقدم الخدمات. على صعيد يعني المغادرة، هناك مواكب حسينية ستبقى إلى ما بعد الزيارة، يعني الزيارة هي يوم غد، لكن هناك مواكب ستبقى بعد يوم غد ربما لخمس أيام أو ربما لعشر أيام حتى وفاة الرسول يعني صلى الله عليه وسلم، ستبقى هذه المواكب الحسينية تقدم الخدمات للمغادرين والعائدين سواء من الزائرين العراقيين عبر محافظة واسط باتجاه يعني محافظة ذي قار الناصرية أو باتجاه بعض أقضية محافظة ميسان العمارة، أيضا هناك عائدين خلال اليومين الماضيين وأيضا إلى حد هذه اللحظة. كما ذكرت لكم على يعني نسبة دخول الزائرين بدأت تتساوى مع نسبة المغادرين، اليوم تم دخول يعني 90,000 زائر إيراني على صعيد المغادرة خلال 24 ساعة الماضية، تم مغادرة 75 إلى 80,000 زائر، هذا يعني هنالك مساواة ما بين الوافدين وبين المغادرين. على صعيد حركة المرور أيضا هنالك انسيابية كبيرة في حركة يعني الباصات داخل محافظة واسط، لم يحصل يعني حادث مرور خلال الأربع أيام أو الخمس أيام الماضية ولله الحمد، وهذا طبعا جهود يعني وأيضا تحسب لمديرية مرور واسط.
الوسط التي عملت على تخفيض سرعة هذه الباصات ويعني للحد من وقوع الحوادث المرورية. أيضا قامت بإغلاق بعض الطرق التي هي باتجاه واحد تحسبا من حصول يعني تصادف ما بين يعني الباصات، أيضا حفاظا على أرواح الزائرين. أيضا تم تحويل يعني مسار الباصات في الأيام الماضية، كانت تذهب باتجاه يعني محافظة بغداد لزيارة الإمامين الكاظمين أغلب الزوار الإيرانيين، لكن يعني بقرار من الحكومة وبطلب تم تحويل الباصات مباشرة إلى محافظة كربلاء وأيضا إلى محافظة النجف الأشرف لتخفيف الزخم المروري على محافظة بغداد، سيما أن هنالك أعداد كبيرة من الزائرين العراقيين الذين يذهبون من محافظة بغداد باتجاه محافظة كربلاء سيرا على الأقدام، هذا سيولد زخم يعني مروري في العاصمة. تم تحويل العجلات وأيضا فقط يعني ليس بطلب من محافظة بغداد، بل أنه يعني وقت الزيارة اقترب، يعني الزيارة يوم غد، وبالتالي يعني الزائر لا ليس لديه وقت كافي لزيارة العتبات في بغداد وفي سامراء. سيذهب أولا لأداء زيارة الأربعين، وبعد ذلك زيارة يعني الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في النجف الأشرف، بعد ذلك يعني يتجه لزيارة العتبات الأخرى كشريفة بنت الإمام الحسن في محافظة بابل، وأيضا العتبتين الكاظميتين في الكاظمية وأيضا في سامراء، وبعد ذلك يغادرون البلاد. يعني طبعا أغلب الزائرين الإيرانيين عبروا عن امتنانهم وشكرهم للشعب العراقي الذي قدم الخدمات دون كلل أو ملل على مدى يعني هذه الأيام التي مضت ربما 3 أسابيع وهو موسم الزيارة. ولله الحمد يعني المحافظة وبكل يعني طاقاتها البشرية، كل شعب محافظة واسط، كل الشعب العراقي أيضا يقدم الخدمات دون كلل أو ملل، وأيضا بذلوا كل ما يملكون من الغالي والنفيس ومن الأموال يعني في سبيل أبي عبد الله الحسين. الآن سنبقى معكم أعزائي مشاهدي قناة الأيام وشبكة مراسلينا من جميع المحافظات العراقية لهذا الحدث المليوني، هذه الزيارة الكبرى وهي زيارة أربعينية أبي الأحرار. الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مستمرين ومتشرفين كوادر قناة الأيام الفضائية بنقل هذه الرسالة المهمة والحدث الأهم على مستوى العالم والهوية الوطنية العراقية الخالصة، الزيارة الأربعينية، أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. مستمرة الملايين بالتوافد إلى كربلاء المقدسة من كل البلدان وكل المحافظات العراقية، كل الجنسيات متوجهة على هذا الطريق، والأعداد بتزايد مستمر، تجاوزت الملايين، والتوقعات أنه تجاوز الزيارة لهذه السنة أكثر من 25 مليون. كل هذه الملايين تقدمت لها كل أنواع الخدمة، من أكل، من شرب، من منام، الأخوة أصحاب المواكب أبداً ما مقصرين. هذه الشيبة المباركة اليوم اللي إحنا نتواجد وياها تقدم كل شيء اللي تقدر عليه. حياك الله يا أبو. أهلاً وسهلاً بكم، حياكم الله، وأهلاً وسهلاً بكم في طريق أبو عبد الله الحسين، طريق الشرف والكرامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد. قبل لا أبدي دمعتك بعينك ليش؟ والله يعني المواكب راح تخلص، واحنا الخدمه قليله، والحسين ايش قضحها ما نقدر، وهو من اجلنا ومن اجل دين الاسلام ثبت الرساله السماويه وضحى بكل شيء، فاحنا ما عدنا نقدم هاي، نقدم شيء قليل نقدم للحسين وزوار الحسين، واحنا خدام في طريق الحسين، طريق سلامه ابو عبد الله. ما تريدوها تخلص هاي الخدمه؟ والله ما اريدها تخلص هاي الخدمه، واحنا البركه الله ينزلها بناس فقره تجمع وتسوي، وتنزل بركة في هذا الطريق. ما تعبان صار لك 10 شهور؟ أبد الحمد لله ما تعبان، احنا ختامها والله حيل وطاقة، وكان ما أقدر أقوم من كنت أنام بالبيت ماكو زيارة، هسه قوة ونشاط. ما تقدر تقوم؟ كنت ما أقدر أقوم، بس هسه من تجي طريقة الحسين، والله طريق الحسين شفاء وبركة وعافية لكل مؤمن وزاير، والله لكل مسلم. صلى على محمد وآل محمد، وأنا أشكر لقاكم ويانا وأشكر هذه الإذاعة وأشكر هذه وتشرف بكم بخدمة أبي عبد الله الحسين، جزاكم الله خير ونتمناكم من كربلاء. حجينا إيه من كربلاء، أهلا وسهلا الناصرية، أهلا وسهلا كربلاء والناصرية وكل محافظات اليوم خدمة الزوار. نعم نعم، احكي لنا على الخدمة الحسينية. والله إحنا نتشرف هاي الخدمة، خدمة أبا عبد الله الحسين، وإحنا بما نقدم هو قليل لأبا عبد الله، لأنه ضحى وقال له يا سيوف خذيني، إن كان دين محمد يثبت على قتلي يا سيوف خذيني. الإمام الحسين، الإمام الحسين بيوم العاشر وطاني عزيم، وطاني إيمان، وطاني نخوة، وطاني شرف، وطاني أذكر الإمام الحسين لجل منه ضحى من أمشي بالطريق. أنا هذا من أمشي بالطريق يعني قليل اضحي بما ضحى الحسين. احنا شنو لان الحسين وين سماء وارض، خدمه ونزور كل شيء، يعني قهوه اكل بانواعه باشكاله، وهذا قليل لابن الزهراء سلام الله عليه. من
قواك الله. الله يحفظك شيخ، قواك الله، حياك الله. طريق الامام الحسين، طريق الامام الحسين، هذا الطريق المنهج مالنا، هذا المنهج مالنا، منهج مال ابو عبد الله الحسين، ارواحنا لابو عبد الله فداء، احنا اولادنا وعيالنا كلنا نخدم ابو عبد الله. ماشي ان شاء الله الامام، لا الحمد لله والشكر نخدم، هذا مو كبنا وجاينا. زين خدمون، صار لكم ايش كم يوم؟ صار لنا 10 ايام. 10 ايام؟ ايه 10 ايام. بس راجعين هسه يعني شي راح تخلص الزياره. اي احكي لي على هاي، على هاي، هاي هاي. الله يكون ما ادري انها تخلص؟ لا والله ما ادري. ما بيها تعب علي؟ لا والله. لا والله ما بيها تعب. الله يقويك، الله يقويك. شو تريد من هاي الخدمه؟ والله اللي ابو عبد الله يستر على عقولنا. شفاعة الحسين ابو عبد الله. يستر على شيعته، يحفظ البلد وعلى كل اهل البلد. هاي كل سنه لما تخلص الخدمه هيك يصير وياكم؟ ايوه ايوه والله يصير عندنا فراق قوي مو حيل، يعني الفارس شلون تفارس قوي؟ أيه. تفارسك فد شيء عزيز مو طبيعي. أيه. يعني فراق مو سهل علينا، حزن يدخل الى شالة المواقف. فراق الزوار صعب. اي فراق الزوار صعب حيل، حيل فراق الطريق صعب. الله يقبل، الله يقبل. خلنا نرحب بالزوار شوي، خلنا نرحب بالزوار شوي. رحب 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 رحب. هلا بالزوار ابو عبد الله. هذه النداءات اللي رحب بها الزوار، الشهداء بزوار الامام الحسين والسائرين على طريق الامام الحسين. هلا بزوار ابن الزهره، هلا بزوار الحسين، هلا بزوار ابن الزهره، هلا بزوار سيد الشهداء. وصلت الى ارض كربلاء، وصلت الى ارض الطفوف، وصلت الى ارض الطفوف. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، وصلت وصلت. هاي النداءات اللي توجهها يوميا؟ اي يوميا نداءات، ولا ابد ما اوقف، ابد ما اوقف. نعمه من الله لكل الزوار، ارحب بهم لكل الزوار. الله يتقبل، الله يتقبل اعمالنا واعمالكم. اعمالنا شرفنا، شرفنا يا ابو اصحاب المواكب، نشرف فيكم. قواك الله، الله يحفظك، يتقبل اعمالكم ان شاء الله. ملايين الزوار يمرون على هذا الدرب، مواكبكم هنا، واليوم اشوف اخر يوم تقريبا او بعد يوم، وانتم مقهورين على نهايه هاي الخدمه حقيقه. وهاي القصيده ماخذه حافز من عندنا، يعني حقيقه جاي تعلمنا، واحنا نتمنى يعني الخدمه انتهت، يعني حقيقه مأثره بينا وبدواخلنا. يعني احنا ايش ما نملك ومش ما نقدم للامام الحسين قطره في بحر، قطره في بحر. يعني الحسين ضحى من اجلنا ومن اجل هاي الشعب، المفروض بينا من اخواننا اهل المواكب ان لا يقصرون بما يمكن. ان شاء الله الحمد لله والشكر، واللي يشوف هذا نحمد الله ونشكره. ودعم طبعا ماكو هذا الدرب، انا ابو من ان شاء الله، ابو علي، ابو علي. هذا الدرب انت كل شيء تشوف فيه، شنو لازم نتعلم من عند هذا الطريق؟ نتعلم من مسيره الامام الحسين التضحيه والتفاني والاخوه والمبادره، وانت تشوف بيني وبينك ماكو كبير وصغير، كله يصير كان قادم. وهو هذا اللي يريد الامام الحسين عليه افضل الصلاه والسلام، من عندنا ان نتعلم من مسيرته، الاخوه والمحبه وال تفاني مسيره الامام، والشباب ان يقتدون بعلي الاكبر عليه السلام. انتوا حتى الصغار وياكم لازم يتعلمون، لان ما يكملون المسيره بعدنا. سبقون، هاي الرساله، سبقونا ابهاتنا واحنا اجينا واولادنا ورانا ان شاء الله. لا تخافون عليهم حار، لا 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 لا، ان شاء الله ان شاء الله بركه، بركات الحسين ان شاء الله، كل شيء ما يصير ان شاء الله. الله كل اللي حتى اللي يصير عليه شيء بدون ابو عبد الله. الله يعزكم، الله يعزكم ويوفقكم، موفقين غاتي، الله يعزكم. نعم مشاهدينا الكرام، يعني هذه المواكب، هذا احباب الحسين، الخدمه ما شاء الله متواجدين بكثره، الكل الكل يريد يخدم ويقدم. قواك الله، خلينا نسولف وياك شويه. منين جيتك؟ سماوه. من السماوه، هلا بيك وكل اهل السماوه. وصل هيك شويه عقب، زاير خادم العفو هنا لا اي اخدم قاعد عندنا بالسماوه. زين واتم الخدمه، اجي مشاي. وصل هيك على الكاميرا، اجي مشاي منات من السماوه. العفو اجي مشاي من السماوه، اخدم غاد واخلص خدمه واجي مشاي، اخدم هنا، اخدم هنا بالمواتب 10 ايام. ما امشي تمشي 10 ايام لا امشي، اجي من هناك اخدم هنا 10 ايام. زين اتم الخدمه وعلى حسب الرسول خدمه ابو عبد الله الحسين. وارجع وريد الحسين يسترني ويسترتم، وخدمة الحسين ما أحسن منها. ما تتعب من هاي الخدمة؟ ما أتعب، ما أتعب، ما أتعب، ولا أتعب، ولا أتعب من أبو عبد الله، ولا أتعب، ولا أتعب من أبو عبد الله. الله يسلمك. الصلاة على أبو عبد الله، ولا أتعب أبو عبد الله. الله يسعدك، الله يسعدك، الله يتقبل منك إن شاء الله، الله يتقبل منك.
يسجلها ابو عبد الله ان شاء الله، يسجلها ابو عبد الله ان شاء الله، الله يتقبل اعمالك. يعني هاي اخر ايام سنويا مثل ما ذكرونا الاخوه اهل المواكب، سنويا اخر ايام هذه الاجواء اللي يصير عندهم، البكي والدموع على افراق الزوار، على افراق الخدمه الحسينيه اللي متشرفين بها الكل، كل الزوار متشرفين بها، يردون يشاركون بها اصحاب المواكب والخدم بكبارهم بصغارهم بالكل، اليوم موجودين على هذا الطريق، طريق الامام الحسين عليه السلام. الاعداد مثل ما قلنا بتزايد ما شاء الله. الخدمة بين الجهات الحكومية والجهات الخدمية والأهلية أصحاب المواكب متكاتفين حتى يقدمون هذه الخدمة، كل الوزارات اليوم السنة إن شاء الله نجاح الزيارة، يعني كزوار والتزام الزوار ببركة محمد وآل محمد نريد نقول 90 أو فاقة 90%، يعني التزام الزوار، نظافة الزوار، حشمة النساء اللي موجودات هنا ولله الحمد، وان شاء الله السنه الجايه تكون افضل وافضل بعد ريتو، وكمان ندعو اخواننا الزوار ان شاء الله ببركه محمد وال محمد ان يستمروا بهذا. شغله مهمه تبع خادم على هذا الزهر. نعم نعم. شكرا لزميل عباس رشيد من طويريج، واكيد احنا مستمرين وياكم قناه الايام الفضائيه بتغطياتنا المباشره لزوار زياره الأربعين، زياره الامام الحسين عليه السلام. اليوم حبينا نكون في الكاظميه المقدسه لسبب مهم جدا، اهل الزياره دائما يا اما قبل لا يروحون لكربلاء يزورون الامام موسى بن جعفر، يا اما بعده، فدا اشوف اغلب الزوار اللي جايين قادمين من كربلاء سواء من جنسيات مختلفه او عراقيين جايين عازون سيد ومولاي موسى بن جعفر، وايضا ينتقلون بعد ذلك الى سامراء. هذه الاجواء الروحيه المباركه اكيد حبينا من الايام الفضائيه ننقلها لكم. وفي يعني اجانا شخص من قضاء الحويجه جاي هو وعائلته اول مره لزياره الأربعين، خلينا نعرف تفاصيل وياه. السلام عليكم. مأجورين، عظم الله لكم الأجر. آمين إن شاء الله أجمعين. أولا نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله. طبعا نعزي العالم الإسلامي والأمة الإسلامية كلها أجمعها بحادثة استشهاد الإمام الحسين عليه السلام بهذه المصيبة الكبيرة التي حلت بالمسلمين، ونسأل الله أن يأجرهم ويؤجر كل من يجي إلى هذه المناطق، يجي سواء مشي أو عن طريق سفر بالسيارات، إن شاء الله الله يرزق الجنة ويهديه للطريق الصحيح إن شاء الله. أنت من أخواننا السنة اللي مشوا ويانا وشفنا علماءهم بطريق الإمام الحسين، أنت أول مرة تجي؟ نعم أول مرة. وشفت الزيارة، شنو أجواءك، شنو انطباعك على شفته؟ حقيقة أجواء جدا حلوة، يعني كانت تنقل لنا بصورة يعني غير واضحة، وصورة يعني بطريقة غير واضحة، يعني سيئة ربما بعض الأحيان تنقل لنا من بعض جهال العقلاء، يعني يذكرون انه بها يعني ربما يجوز حالات اغتيال او يعني حالات فرديه. اي نعم فرديه ليس عامه، واحنا بمناطقنا يعني خلينا نقول بالحويجه عامه، يعني بما صار من الاحداث 2007 وجاي والسقوط وجاي يعني واحداث داعش ما يخلون اهاليتنا انه نطلع لجاي بزياره. شو تغير بهاي الدوله؟ هاي الدوله؟ اي اول مره تقول انا اول سنه. اي اول سنه. نعم زياره جدا حلوه يعني، وكنا شاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي عن كثب يعني، ونشوف الزوار ونشوف محبين آل البيت، نحن من محبين آل البيت ونحب ان نزورهم، والحمد لله تحققت هذه الامنيه، شفت استقرار. نعم استقرار تام يعني، واحنا جينا وان شاء الله نعيد هذه الزياره مرات عده ان شاء الله. الصور اللي عجبتك خلال هذه الرحله؟ يعني حقيقه الصور اللي عجبتني وجود شخصيات عده يعني من خارج العراق، اخوان افغانستان باكستان يعني ايرانيين، كل الجنسيات موجوده، هذا شيء يعني حقيقه حلو يعني جدا، وكذلك يعني يسوي يعني يعني يلاحم بين المجتمعات ويخلي محبه بيناتنا، انه يوم من الايام ان شاء الله نلتقي، وربما يعني شاهدنا اصدقاء يعني كون اصدقاء وعلاقات اخرى يعني تخلينا نستمر نجي النوب لزياره الامام الحسين. ان شاء الله نشوفك السنه القادمه. ان شاء الله. وان شاء الله انت طلبت اكيد حاجه من سيدي مولاي موسى بن جعفر واحنا بجواره، ان شاء الله مقضيه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا اخوي شرفتنا، الله يحفظكم. الله يخليكم، مستمرين وياكم، السلام عليكم، ماجورين ان شاء الله. السلام، حياكم الله، الله يحفظكم ويشوفكم زينين، الله يبارك فيكم. عظم الله اجوركم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عظم الله اجوركم بشهادة سيدي ومولاي ابي عبد الله الحسين وابي الفضل العباس من ارض الكاظمين، جزاكم الله خير.
انت اكيد رحت لزياره الأربعين، بعدها راح تروح، كنا اجواء لا ان شاء الله احنا توكلنا ان شاء الله على ارض الحسين عليه السلام وجينا زياره الامام موسى بن جعفر. العاده عندنا دائما بعد الزياره نجي لسيد موسى بن جعفر نعزي. نعم، لان هو نعم هو المنطلق من الامام موسى بن جعفر ومحمد الجواد، بعدين الانطلاق اكثر اهل بغداد ينطلقون من النجف الاشرف يعاهدون امير المؤمنين عليه السلام في زياره الامام الحسين عليه السلام واخيه بالفضل العباس، ويتوجهون المن الى زياره الأربعين يعني من كافه الجنسيات، لان تعرفين مطار بغداد يشتغل على مطار النجف الدولي، القطريين، السعوديين، الكويتيين، اخوتنا البحرينيين جزاهم الله خير، يجون تعزيه لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم، يجون تعزيه الى امير المؤمنين. تعني لك زياره الامام الحسين بالتحديد زياره الأربعين؟ نعم، زيارة الأربعين هي من علامات المؤمن، كما قال الإمام الصادق روح له الفداء، إن العلامات المؤمن خمسة، منهم العلامة الكبرى تختم باليمين وزيارة الأربعين والجهر بسم الله الرحمن الرحيم. زيارة الأربعين تعنينا يعني صراحة الديمومية والاستمرارية بالثبات على محمد وآل محمد، لأن تعرفين الزمان اتطور والانحرافات بالمجتمع صارت كثيرة والفتن صارت كثيرة، فيوم الحسين عليه السلام 40 أبا عبد الله عليه السلام الإنسان المؤمن راح يعاهد الله ورسول الله وأمير المؤمنين وسيد الشهداء أبا عبد الله أن يكون على طريقة وأن يكون على استمرار بالاستمرار مع زيارة الحسين عليه السلام. وإحنا نشكر قناتكم قناة الديار معذرة قناة الأيام على هذا البث الجميل لنصرة محمد وآل محمد، للصورة عكس الصورة، لأن هاي كاميرتكم قاعد تنقل على خمس قارات، قاعد تنقل على خمس قارات، قاعد يشوفون أتباع أهل البيت، قاعد يشوفون الشيعة بالعراق كرم وعزوبية إن شاء الله، والمواكب ممدودة من زاخو لحد الفاو، جزاكم الله خير. شكرا لكم، موفقين إن شاء الله. السلام عليكم، عظم الله لكم الأجر بما صابنا بالإمام الحسين عليه السلام. نعزي أنفسنا ونعزي صاحب الأمر الزمان الإمام الحج عجل الله سهل مخرجه بهذا المصاب الجلل. هذا المصاب والذكرى السنوية اللي دائما تشمل المسلمين من شتى أنحاء العالم، اللي هي جمعة كافة الطوائف وجميع اللغات، واللي هاي جاي نشوفها بهاي الذكرى الأليمة كل سنة تكرر، وحتى بالأيام أو بالزيارات العادية بلشت تكرر لما لمسوه من طيب وكرم من هذا البلد العريق الكريم. فنشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الفضل اللي خلى نعمة فضيلة أكيد، لأن هيك مصاب مو بالشي الهين أنه يجمع هالطوائف صورة سهلة. لأن أنا من الناس جوني ضيوف من منطقة الحويجة كانوا متخوفين من هذا الأمر، لكن من إجوا ولمسوا الأمر على واقع الحال شالوا واقع الخوف اللي كانوا يسمعوه، لأن تعرفين أكو بعض العقول الفاسدة والمسمومة شو تحاول أنه تسوي صورة المسلمين مع بعضهم، ومو من جانبهم أنه يتقاربون مع بعض. فهاي الصورة الحقيقية اللي ولدها أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام نتقارب نتكاتف ونكون إيد قوية ووحدة إسلامية للقتل والقضاء على هذا الفساد اللي انتشر بهذا البلد العظيم. ونشكر قناة الأيام طبعا لهاي الفرصة اللي أتاحت لنا، إن شاء الله أنه تكون قناة مبشرة وقناة إسلامية اللي إن شاء الله تقضي على الفساد وتحاول أنه تواصل بيننا وبين الطوائف الأخرى من شتى العالم. وهذه من ضمن واجباتنا. نشكركم، الله يحفظكم. السلام عليكم يا أبي. السلام عليكم. خليها بإيدك. بسم الله الرحمن الرحيم، ونعزي زينب الحوراء بهذا المصاب وهذا الأربعين بهاي الزيارة، زيارة الأربعين. زيارة الأربعين، أنا من منطقة الأحواز، من الأحواز، من دولة الإيران، مجيد الساري. سمعين؟ وإن شاء الله نسمع هاي الخدمة، ما نتوقع هاي الخدمة. كل سنة تجي يابا كل سنة؟ كل سنة أنا أجي، هاي 15 مرة أجي. ما شاء الله. وهاي الخدمة، الخدمة العراقية مشكور منهم، خدمة ما تتوقع هيك والله، كل دولة ما تسويها ولا كل شعب يسويها. بهذا البذل هذا، الكرم. الكرم هذا، الكرم اللي هو ما يعني بكل دول كل العالم، خلي العالم تسمع هذا الكرم، الكرم الإمام الحسين والشعب الطيب هذا، شعب العراق
وشكرا جزيلا. ما راح تتوقف بيوم المجيء لزيارة الأربعين؟ لا لا إن شاء الله ما طول عمري موجود ما أتوقف، كل سنة أجي بالأربعين أنا وعيالي، أنا وعيالي وهذا أمين. تعال ماما هذا تعال أمين. سلام عليكم مأجور. سلام عليكم. مشيت أنت مشي؟ مشينا من طويريج لحد طويريج هنا مشي حد كلبة. شنا الأولية قاعدة يعني أنت كم مرة جيت؟ هاي أول مرة. أول مرة. أول مرة. شنو شعورك أول مرة تجي اللي ما حسيت ما كنا أنا في كربلاء متعجبيت. حسين. نعم. هذا كانوا يحكوا لك عليه. إيه. شفت الإمام الحسين. شفت الإمام الحسين. صحيح. والمرافق. نعم ما أخذوني عمكم تبكي وهاي. الحمد لله الله رزقك الزيارة. البيت من عندنا جدي؟ البيت؟ ان شاء الله هسه قضيت على جدي هسه نمر لك ان شاء الله ونشري لك والسلام عليكم. كل سنه جاي الله يحفظكم ان شاء الله ومدعين بيد رب العالمين وفي مال الله. تعيّم السلام عليك تعيّم يلا سلام مأجورين ان شاء الله عزيكم بهذا المصاب عظم الله اجر فيه. عظم الله اجركم ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. نعزي صاحب العصر والزمان ذكرى استشهاد الإمام الحسين وأربعين الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ونقول لشعب العراقي كافة وبالأخص الحكومة العراقية على هذا البذل وهذا الكرم، وأسأل من الله العلي القدير أن يمن عليكم بالخير والبركة والأمن والأمان إن شاء الله بحق الحسين إن شاء الله باقية هاي النعمة. احنا آتين من دولة إيران الحبيبة الشقيقة بالتحديد من محافظة الأهواز، ونقول للشعب العراقي والله هنيئا لكم على هذه الخدمة، والله اللي تبذلونه ما نشوفه، كرم لا يوصف، كرم لا يوصف. الحسين غني عن التعريف، الحسين الله مجده. الحسين هو يختار هذه الأرض. نعم. أرض السواء. بالفعل الحسين غني عن التعريف، لكن احنا ضالين في بحبوحة هذه الزغيرة من العراق وكرم العراق، وأسأل من الله أن يديم عليهم إن شاء الله هذه البركات ويعم عليهم الخير والأمان إن شاء الله، وجزاكم خير إن شاء الله. ان شاء الله توصلون بالسلام. سلامنا لاهلنا بالاهواز. يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. عظم الله لكم الاهل. عظم الله اجرنا واجركم ان شاء الله، وندعو من الله بحق هذه الزياره الكريمه وهذا التجمع المبارك اللي حقيقه ندل على شيء فانما يدل على الولاء ويدل على الطاعه لاهل البيت، هؤلاء النخبه والصفوه الكريمة اللي الله سبحانه وتعالى اختارهم حتى يجسدون معنى التضحية والصمود ومواجهة الكفور ومواجهة الطغيان. الحمد لله أنا البارحة اجيت رغم أنه أنا مريض، وكنت بالإمام الرضا يوم 15 محرم رجعت إلى بغداد، وإجيت اليوم أواسي الإمام الحسين وأواسي أهل البيت بزيارة الإمام موسى بن جعفر. فإحنا حقيقة كل هذا قليل، الجود بالنفس أقصى غاية الجودي، وهم أهل البيت جادوا بأنفسهم، جادوا بعوائلهم بما يملكون، فندعو من الله أن يحشرنا معهم ولو عن بعد، لأنه ما نقدر أن نوصل إلى ما قدموه. فسلامي إلى الإمام الحسين وإلى علي بن الحسين وإلى أولاد الحسين وإلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. أسألكم الدعاء يا أبا رحم الله والديك. رحم الله والديك يا أبا مأجور إن شاء الله توصل بسهلة. ماما شلونك مأجور من وين؟ من بغداد. من بغداد جيت اليوم موسى بن جعفر، رحت الكربلة؟ نعم. أي رحت مشي شنو؟ لا عندنا موكب. موكب. كم يوم خدمت؟ الزيارة كلها. كل الزيارة. مأجور ماما نعطيك مرادك إن شاء الله. شكرا لك مية. شنو يلا قول. إلى الله. أي. إلى يلا. الله سفرة إلى الله حسينا دمنا حسينا مشينا دربك مشينا شراع السفينة يمشي بينا كربلاء راح سؤالنا الكرة الأرضية منو أهل العزوبية زيارة أربعينية تقول الشاهد عراق حسين من السفرة من مصل إلى الحضرة
بعد ما توصل البصرة عراقك واحد. ما شاء الله حافظ حتى الحركات. شكرا مأجور مار. شكرا لك. السلام عليكم. عظم الله لكم الأجر. عظم الله أجركم وأجرنا إن شاء الله. وين جاينا؟ احنا جينا من الايران مدينة الاهواز. يا اهلا وسهلا، شرفتونا ونورتونا. احكي لي اجواء الزيارة، تفضل هنا يا ابو شوية قرب. اجواء الزيارة خير برحمن، كلها بركات امام الحسين. واحنا جينا من النجف، احنا الكربلة. مشينا زرنا طريق يا حسين، زرنا وين جينا هسه الامام الكاظم نزور. اي بعد غريب يومين هيك نروح لهنا ان شاء الله. ماجورين، ما تعبتوا من المشي؟ شلون ما تعبنا؟ لا والله ما تعبنا. الخدمه شلون شفتها؟ خدمه رحمه من الله يعني. كلها بركات. اي بركات تمام. بعد هم بتجي له بعد ما تجي؟ انا هاي 7 سنين قاعد اجي. وان شاء الله لو الله طال عمرها ما اجي. ما كلفتك الزياره لو كلفتك؟ لا رحمه خير من الله. شيء موجود؟ موجود، كل شيء موجود، زاد الماي كل شيء موجود. والحسين يدل الزوار. مجور يا بي، توصل بالسلامة. نسألكم الدعاء، سلامنا لأهلنا بالأهواز. السلام عليكم، شلونكم؟ الله يسلمك. الله يسلمك. الحمد لله. شلون الإمام الحسين زرتوه؟ الحمد لله والشكر. طلعنا من تصخر ماطه النجف. من النجف مشي جينا كربلاء، ومن هناك كملنا زيارة الأربعينية. الحمد لله والشكر رجعنا للكاظمية، نرجع للبيت. كل سنة انتم هاي طريقتكم تمشون؟ كل سنة ان شاء الله. ما تعبتوا من الطريق؟ والله الحمد لله. للحسين ما نتعب ان شاء الله. حسين كل شيء مسجل. شلون شفت الطريق؟ الحمد لله خير من الله. كل شيء نعمة الحمد لله، ما مقصرين يعني، كل شيء متوفرين. زين انت شنو انطاك الامام الحسين وتمشي؟ كل شيء. مثل ايش كل شيء؟ شو طلبت من الامام بيوم من الايام وقاتل الامام الحسين؟ الحباب حسين كل شيء طار يعني. ما خلى نفس الشيء، ما انطاد يعني. كل شيء ذري، كل شيء دراسة، تعيي، كل شيء كل شيء. أهم شيء إن شاء الله يشفعنا بالآخرة. هاي الحاجة الحاجات هاي الدنيوية مقضية، تبقى الشفاعة إن شاء الله. إحنا طلبنا يشفعنا بالآخرة وإن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم يا بنت. هاي الحلوة نايمة. هي هاي الحلوة تعبت. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعزي الأمة الإسلامية وبالخصوص مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ومراجعنا العظام والأمة الإسلامية جمعاء، وبالخصوص شيعة أمير المؤمنين بذكرى أربعينية سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه عليه السلام. أنا من محافظة ميسان. طبعا أهلا وسهلا بكم أخذنا الكريمة. طبعا زرنا السامراء وزرنا كربلاء وزرنا، والان جينا يعني الختاميه لزياره الامام الكاظم وحفيده الامام الجواد عليهم السلام. يعني عزيتوا الائمه كلهم؟ اي نعم، والحمد لله شرفنا طبعا بزياره. اول مره انا ازور سامراء طبعا. الحمد لله والشكر لله سبحانه وتعالى يعني وفقني لزياره الامام الحسن العسكري والامام علي الهادي، وكذلك زياره سرداب الغيبه، زياره والسيده نرجس عليه السلام والسيده حكيمه سلام الله عليهم اجمعين. اول مره شو كان احساسك بزياره السامراء؟ طبعا والله احساس جدا رهيب يعني حسيت انه قلبي تعلق بالامام صاحب العصر والزمان والله العظيم. يعني خصوصا لما وقفنا على سرداب الغيبه وسرداب الغيبه الكبرى، يعني شعور جدا رهيب. والحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. انتوا ميسان اهل الكرام والمواكب، استقبلتوا كل كرم الامام الحسين عليه السلام، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. هو لولا الامام الحسين عليه السلام طبعا. وما ننسى تضحيات قواتنا بالحشد الشعبي اللي هم طبعا سائر القوات، يعني ما اخصص بالذات، يعني كلهم الفصائل المسلحه، هذا بفضلهم احنا جاي زياره، تكون زياره سامراء، زياره الائمه. لولا تضحيات شهدائهم احنا ما كنا الان توفقنا. نسال الله ان يحشرهم مع زمره محمد وال محمد عليهم الصلاه والسلام. نسالكم التوفيق ولا تنسونا مساعدتنا. نسالكم الدعاء ان شاء الله مقبوله منكم الزياره والدعاء والخدمه باذن الله تعالى. السلام عليكم يا ابو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا من ايران. اهلا وسهلا، شرفك. يحفظ الجميع. نعمه من الله. احنا الجمهوريه الاسلاميه وجمهوريه الاغوان ان شاء الله اخوان. يجمعنا حب الحسين عليه السلام. اي والله. العراق ان شاء الله ما قصر. انا تقريبا 31 مره قاعد ادخل العراق. كله خير وبركه، والعراق سنه لسنه ان شاء الله يزود الخيريات
ويزيد البركات ان شاء الله بجاه محمد وليله الاربعينيه ان شاء الله. بركه الامام الحسين ان شاء الله. انت كل سنه تجي؟ كل سنه. انا كل سنه ثلاث مرات اربع مرات، كانه اول مره ادخل العراق. كل سنه كل مره تحسها اول مره؟ اي بناي اول مره ادخل يعني زياره الحسين عليه السلام. الحمد لله والشكر. هاي ام ولدي. ولدي هاي جور ان شاء الله. شو اسمك؟ ما اسمه صادق. دائما تجي بابا؟ اي هاي سنه سنتين قاعده اجي. شنو شعورك من عزيه الامام صاحب الزمان مصابنا بالامام الحسين؟ وايد حلو الحبيبه. اول سنه بنوم كنت امشي كنت بس اشوفنا بالقوشيه وكنت مشتاق نوبوس اول جواز مشيت للعراق شفت القبه وايد كان عندي احساس شعور جدا حلو. ان شاء الله ماجور ان شاء الله كل سنه نشوفك ماما. الله يحفظكم. سلامنا لاهلنا بالاهواز. الله يحفظكم. اكيد مشاهدينا الاحباء راح ننتقل وياكم الى زميلنا كاظم الحاوي. خليكم وياه. الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام على زوار الحسين وعلى شيعه الحسين. ويحيون يوم الأربعين من كل بقاع العالم في هذه الأيام المباركة. نحن وإياكم من منفذ الشلامشة الحدودي في محافظة البصرة، ونحن بهذا البث المباشر وعبر شبكة مراسلي قناة الأيام الفضائية المعطاء الحسينية التي واكبت حركة الزوار منذ اليوم الأول لهذه المناسبة وتواكبهم حتى آخر اللحظات. في لحظات الوداع هذه ونحن نودع القادمين من كربلاء المقدسة، كربلاء الصمود، كربلاء الإمام الحسين، نودعهم وبأعداد كبيرة جدا رغم وجود الوافدين ولو بأعداد قليلة، إلا إن الحسين ينادي أنصاره في كل زمان وفي كل مكان. كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء. تفضل أستاذ حسن. معي أيضا السيد حسن النجار نائب محافظ البصرة وأيضا رئيس لجنة زيارة الأربعين في محافظة البصرة. عظم الله لكم الأجر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. اليوم ونحن نودع هذه الجموع الغفيرة التي جاءت حقيقة لتلبية نداء لبيك يا حسين، اليوم بدموع حقيقة حزينة نودعهم وهم يسافرون من منفذ الشلامشة. اليوم منفذ الشلامشة الحدودي حقيقة والذي دخل منه أكثر من 850 ألف زائر، نعم لحد هذه اللحظة وحد اليوم ونحن في ليلة الأربعين 850 ألف زائر قادم من جمهورية إيران الإسلامية وأيضا من بقية الدول عبر هذا المنفذ. كذلك لا أنسى منفذ صفوان الحدودي الذي بلغ عدد الزائرين ضمن التفويج اليومي وصل إلى 50 ألف زائر عبر منفذ صفوان الحدودي، وبذا يكون وصلنا إلى قريب المليون 900 ألف، قريب المليون من منافذ البصرة الحدود أيضا وكذلك مطار البصرة، فبمجموعة في حدود قريب المليون زائر قد دخلوا إلى محافظة البصرة. هذه الجموع حقيقة قدمت لها الخدمات. هنا لابد أن أذكر أبناء البصرة الكرام الذين حقيقة تزاودوا فيما بيناتهم بحق لتقديم الخدمة، أكثر من 200 موكب خدمة في محافظة البصرة منذ انطلاقة الشلامشة وحتى حقيقة بقية الأماكن وصولا إلى نعبر عنه احنا وصولا إلى حدود البصرة الدولية كما نعبر عنها. وبذا اليوم نحن نودعهم وقلوبنا معهم. هذه الأم الكريمة حقيقة التي اليوم جاءت لتودع الحسين من خلال الشلامشة الحدودي، نتمنى لها أن تعود إن شاء الله مرة أخرى وهي بأتم الصحة والعافية أن تزور سيدي أبا عبد الله. حقيقة ربما يعني الدموع والحزن على فراق هؤلاء الأحبة
يعني يذهب بالكثير من الكلمات، لكن أقول اليوم كحكومة محلية الحمد لله أعلن عن نجاح العملية، عملية تفويج بكل سهولة وبكل يسر، كانت قد استمرت منذ بدايتها وحتى حق اليوم ونحن في نهايات هذه الأربعينية. نتمنى سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن حقيقة نستمر على هذا الخط، خاص سيدي مولاي أبا عبد الله الحسين عليه السلام. نستغل هذا الوجود المبارك نتكلم عن هذا المنفذ وهذه الأعداد العملاقة التي تأتي من نعم. من خلاله، لكن المنفذ هل هنالك خطة للعام؟ لدينا موضوعين في هذا المنفذ. الموضوع الأول متعلق بالشارع وهو هذا محال وسيكمل إن شاء الله خلال هذا العام. نعم. ولدينا قضية في هذا المنفذ أيضا داخل المنفذ، كما تعلمون المنفذ هو تابع إلى الحكومة المركزية اعتبار هيئة المنافذ الحدودية التابعة إلى الحكومة المركزية، لكن اليوم خلال زيارة السيد رئيس الوزراء وافتتاحه إلى مشروع الخط السككي قد توافق مع السيد المحافظ إن شاء الله في أن يحال كما أحيل مشروع، يعني نطلب الآن هاي كطلب من عندنا أبناء البصرة، كما أحيل مشروع منفذ الصفوان الحدودي إلى المحافظة أيضا يحال هذا المنفذ، لأنه عندما أقيس الأعداد 55,000 وقياس 850,000 نجد أنها تزيد ب17 مرة مضروبة لدخول هؤلاء الزوار، وبذلك نتمنى أن يحال المشروع إلى الحكومة المحلية وأن يكون تابع الحكومة المحلية حتى نستطيع بعونه تعالى أن نقوم بإنشائه وإكماله وصيانته واعتباره مشروع محلي أسوة بمنفذ صفوان، بل أفضل منفذ صفوان الحدودي بعونه تعالى. يعني الزائرين شكوا وحتى أصحاب المواكب جهود ذاتية، شكوا من عدم وجود خدمات صحية، شكوا من الطريق وحوادث الطريق، شكوا من عدم وجود قاعات، شكوا من عدم وجود مكان للاستراحة. سيحل هذا الموضوع بعونه تعالى إن شاء الله، سنسعى جاهدين. وأعتقد زيارة الزوراء كانت زيارة يعني قيمة، اطلع على المنفذ خلال الزيارة وتم طرح هذا الموضوع، وهو رأى بأم عينه أعمال التفويج وكيف يعاني ويعاني سواء القادمين او المغادرين. فصل الزوار المسافرين عن السيارات والخطوط. نعم، هو هذا الطريق، احنا قلنا اذا اكملنا هذا الطريق انا اقول لك ان شاء الله هذا راح يفصل، وبنفس الوقت المنفذ راح يكون افضل ما عليه بحلته يجي بعوني. جزيلا لك استاذ حسن نجار. ان شاء الله والله تقبل اعمالكم سيدنا، الله يحفظكم ان شاء الله ونعمكم. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. لبيك يا حسين. هذه عوده لكم مشاهدينا الافاضل وعوده لزملائي في الاستوديو، ونتابع معكم طريق الحسين ونحن منفذ الشلامشة الحدودي. لبيك يا حسين. مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته، ويتجدد معكم اللقاء بشبكة مراسلي قناة الأيام الفضائية، وننتظر هذا الدور ونحن نقف على مشارف محافظة كربلاء، وهناك بحسب يعني نقول لكم بحسب نائب محافظ النجف الأشرف التفويج العكسي عند عمود 662، يعني بعد منطقة خان النص، يعني منطقة الحيدرية قرب منطقة خان النخيلة، هذه المنطقة يتم فيها التفويج العكسي للمركبات وللزائرين بعد إكمال زيارتهم من محافظة كربلاء، يتم تفويجهم إلى مدينة نجف الأشرف ومن ثم إلى الحدود، يعني الزوار العرب والأجانب إلى الحدود العراقية الإيرانية. بحسب نائب المحافظ هاشم القرعاوي أكد أنه تم الاتفاق مع الكثير من المركبات التي تفوج الزوار مجانا، تخصيص محطة وقود وتخصيص لكل مركبة غاز أو مادة البنزين 1,000,000 دينار لكل مركبة تفوج الزائرين مجانا، بالإضافة أنه تم الاتفاق مع السفير الإيراني، هناك مركبات إيرانية ستدخل أو دخلت إلى النجف الأشرف لتفويج الزائرين الإيرانيين من النجف الأشرف وحتى الحدود الإيرانية لتقليل الزخم والضغط الحاصل على محافظة نجف الأشرف، لأن كما تعلمون أن النجف الأشرف تستقبل الزائرين في الاتجاه العكسي من محافظة كربلاء إلى النجف الأشرف. هذا من جانب. الجانب الآخر، اليوم هو 19 صفر، وهذه هي الليلة الأخيرة لمن إلى زيارة الأربعينية، يعني يوم قد هي الأربعينية. أغلب المواكب مثل ما تشاهدون بدأت يعني تنهي خدماتها للزائرين بعد انتهاء هذه الزيارة، وهذا الشيء مؤلم للزائرين. يا أبا عبد الله الحسين، لأن هول المصيبة وعظم المصيبة يعني ما يتناسب ويا هذه كلها، فش ما نقدم وش ما تقدم الناس، نحس إنه إحنا مقصرين.
اتجاه أبا عبد الله الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله. توصون بالسلام. وتدري اليوم 19 آني والكادر الموجودين في مقر قناة الأيام في بغداد من مخرجين أسل، المخرج أمير، الباقيين الكل مونتريوم، المهندسين، مصورين يقلدوك الدعاء والزيارة. توصل لتنسانة إن شاء الله موفقين، وإن شاء الله القناة المباركة تنقل الأحداث وتنقل أجواء الزيارة. ومازج خدمتك بالدمعة. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام على الحسين. السلام على علي بن الحسين. السلام على أولاد الحسين. السلام على أصحاب الحسين الذين بذلوا مجهودهم دون الحسين عليه السلام. الحسين عطاء، الحسين عدالة. وقدامك يا أبا عبد الله الحسين عدالة نفس الزائر اللي مشينا. صار لكم كم يوم تخدمون الزوار؟ أنا بالنسبة لي صار لي 10 أيام. موكب كيف صار له؟ من 1-0. موكب الإمام علي الهادي عليه السلام. صعب ولا؟ أكو بعض الإخوان يمكن كل سنة تلتقيهم مرة وتنتظرهم من سنة لسنة. إي بالله، أنتظر كل سنة وكل عام. يا أبا عبد الله أموتك السنة الجاية إذا على الخدمة. خدمة مشرفة، نفس الزوار اللي يمشون منا. الموظف نفسيته يمشي، الدكتور نفسيته، صاحب المحل نفسيته، الإمام الحسين يريد من عندنا حق. أحسنت، هاي الكلمة أريد نوجهها. مشاهدي كريم، هذه الدموع الغالية نقول الحسين خرج لأجل العدالة. خادم الحسين مو بس بهذا الطريق وبهذا الموكب يخدم. يا مدير الدائرة باكر تخدم الحسين وأنت قاعد على كرسيك. يا زائر الحسين باكر تخدم الحسين مو تنتخب الفاسد. يا زائر الحسين باكر تمشي على هذا الطريق مو بس هنا. دير بالك ابو المحل بالوزن. الحسين طريق حق وطريق عداله، وموكب الحسين منصوب مو بس هنا، منصوب بكل مكان. فاحنا على طول السنه لازم نخدم الحسين، على طول السنه لازم نمشي على طريق الحسين. المهدي يوميا يسجل ايش نكتب وايش نشتغل. طريق الحسين طريق حق مو طريق فساد. اخوان انتبهوا، الحسين خرج بانتفاضه وبثوره ضد الطغاة وضد الفاسدين وضد المخربين وضد الانتهازيين وضد اللي يضحكون على الذقون. الحسين ثوره حق ومو ثوره باطل. فلهذا اذا اريد نمشي على طريق الحسين لازم نعرف من هو الحسين. خدمه الحسين مو بس 10 ايام، خدمه الحسين طول السنه. خدمه الحسين لازم تبقى ويانا بضميرنا تمشي، بدمنا تمشي. ولازم نحس بأنه إمامنا المهدي يباع لأعمالنا. مو أنا انتخب ابن عمي ولا ابن عشيرتي ولا ابن حزبي، لازم أكون على الحق. أشوف من اللي يمشي ويا الحسين أنتخبه، من يخدم ابن العراق لازم أنتخبه، من اللي يخدم العراقي باشر اللي الموظف. من لما تقعد بمكانك وبدائرتك يجيك الزاير تضرب معاملته. لو تنتظر من عنده كم فلس، حط الحسين بضميرك واخدم الحسين بضميرك. الحسين يريد من عندنا طريق حق وطريق عدل وطريق مو مباهدة. الحسين قال لا ليزيد، لازم منجيب يزيد. تعرفون هذا الحسين؟ الحسين ويانا طول السنة مو لو لا. أحسن استاذ فلان. الحسين كل ساعة، الحسين كل لحظة. الحسين عدال مثل ما قلت لك، الحسين حق. الحسين لولا الحسين ما أجلنا، لولا عطاء الحسين احنا ما أجلنا، لولا الحسين هجموا هالمؤمنة. لا فرق بين أعجمي وبين عربي وبين سعودي وبين خليجي، كل احنا حسينيين، كل احنا على نهج الإمام الحسين، كل احنا نصيح ونداء لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. كل التوفيق، أسأل الله أن يعيد علينا وعليكم هاي الخدمة. وصلت على الملعب اليوم مليون. مشاهدينا الكرام، هاي الدموع غالية والدموع عزيزة. حجي تفضل. أني مؤذن موكب الإمام علي الهادي عليه السلام. يعني بلال الموكب. نعم بلال. إن شاء الله إذا الله جعلنا من مثل بلال يعني إن شاء الله. ف
احنا في خدمة زوار ابي عبد الله الحسين. هاي الليلة الأخيرة وين تأذن يومي يا حي؟ اليوم الليلة الأخيرة أذن هنا. باشر وين تأذن؟ إن شاء الله أني باشر هم أذان هنا وأزور خدام الموكب هنا بالموكب. كل سنة احنا من 2006 ولحد الآن. هذا منهجنا السيد حمودي السيد عبد الأمير الحكيم. رحمة الله على روحه. طيب. سنة واحدة بقوا ويانا. قال السنة الثانية أنا ما موجود. فأريدكم تخدمون هذا الموكب. زيها صالحة لأجل جوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ونسأل الله نبقى على هذا المنوال في خدمة زائري أبي عبد الله ونمشي في طريق الحسين. لأن طريق الحسين طريق حق. طريق هداية. الحسين خرج من أجل الحق. وهنا انتصر الدم على السيف. 1400 سنة والحسين. إذا نقول حجينا انتصار الدم على السيف باتباعنا لمبادئ الحسين. مبادئ سيد الشهداء. تبقى سيد الشهداء حي. مبادئ سيد الشهداء في قلوبنا. والخدمة الحسينية. الشاعر يقول سعيد اللي يقضي عمره بسمعة مرضية. أعظم شرف إلك يلي تخدم حسين بهاي الخدمة الحسينية. الخدمة للمعتقد تنجعل عنوان واللي يخدم حسين يكون عن إيمان يتهذب شعوره ويصهر الوجدان للمظلوم من ينظم لمرثية حسين الخلف إنه هالمنبر باسمه هالمنبر يدوم وشيد بدمه فضح كل الطغاة ونصر راعية حج رسول محدين شو يقول غالي واشترين حسين بالدم بالدم ينشر الغالي على نهجك على مسراك واصلنا المسيرة وياك مهما يصير من بالي بالدم ينشر الغالي نعم والله بارك الله الله يوفق كل توفيق مشاهدين كرام أيضا من ينسب هذا اليوم الأخير أبطال الجيش العراقي الصناديد اللي قدموا دماءهم رخيصة لأجل إحياء هذه الشعائر لا زالوا واقفين على هذا الطريق على عهد الحسين وباذين أنفسهم صبح وليل ما يتعبون يخدمون الزوار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر الذي زرعنا خدمة سيد مولاي الإمام الحسين عليه السلام شكر لسيد قائد قوات حرس الحدود على هاي المبادرة الحمد لله الشكر يعني أمن الطريق تحسون حب الحسين في ضمائركم عايش لهذا اليوم التعب الوحيد اللي الإنسان ميدور بيه إجازة وميدور بيه مكافأة وطريق الحسين صحيح الحمد لله والشكر يعني لا كتعب ويعني مستمر الحمد لله والشكر حتى تعويضيات بتردون مريض كل شيء لا تعويض ولا الحمد لله والشكر 20 ساعة مستمرين الحمد لله والشكر شاركنا في هذه الزيارة الحمد لله والشكر كل التوفيق إن شاء الله كل التوفيق مشاهدي كرام الأيام واللحظات أقول أيامنا بلا حب حسين ما تسوى منريدها فلهذا مزجنا أيامنا بحب الحسين وأسأل الباري عز وجل أن يوفقنا هاي الأيام ما يصيح إلا يا حسين هذه عودة إلى شبكة فراسي لقناة الأيام لكم مشاهدينا الأحبة من باب المراد مسرنا جعفر سلام الله عليه واستقبال الوافدين من زيارة الإمام الحسين عليه السلام والعكس البعض يزور الإمام مسرنا جعفر ويتوجه نحو كربلاء أغلب الزائرين من جنسيات مختلفة من إيران من مختلف الدول العراقيين اللي ما حالفهم الحظ اليوم إحنا زيارة الأربعين الإمام الحسين لظروف معينة جايين هنا يقومون الزيارة ويبقون منا إلى وإقامة أيضا قراءة الزيارة وأعمال زيارة الأربعين الإمام الحسين عليه السلام السلام عليكم السلام عليكم أخوي مأجورين عظم الله عليكم الأجر أوقف لي هنا السلام عليكم مريد تعزية بهذه المناسبة وأنت من وين؟ أنا من أبو جدال من بالكاظمية من أهالي المنطقة أنت شلون شفت هاي الأيام أجواء الزيارة؟ لا زينة والأمان مستقر وماكو شيء الحمد لله لا الوضع طبيعي والأمن والحراسات كلهم الحمد لله لا زينين ماكو شيء الخدمة شلون شفتها؟ لا زين الخدمة رحت لكربلاء؟ لا أي رحت أسولف لي رحت مشاي رحت سيارة؟ لا والله رحت السيارة شوية تعبان ونزلت منك وتمشيت ورجعت بنفس اليوم يعني ما تعبان نفس اليوم وجيت لا ما تعبان الحمد لله مو عندي شغل حسين ما حد يتعب اي صحيح صحيح شكرا لك لا لا ما شاء الله السلام عليكم تعال تفضلوا شلونك ماما ماجور يا من
وين؟ من بغداد. اليوم جيت زيارة الإمام حسين بن جعفر؟ إن شاء الله. رحت الكربلاء يوم رحت؟ لا بأسبوع نروح جمعة إن شاء الله. بنهاية الأسبوع تروح؟ ايه. قبل الدوام؟ إيه. يا صفت؟ أنا سادس. ما شاء الله، إن شاء الله تطلب من الإمام النجاح. إن شاء الله. إن شاء الله موفق ماما، أشكرك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا أهل العين. الله يحفظك. شوي من وين أجرك الله؟ من وين؟ من الأهواز. يا أهلا وسهلا، نورتونا. الله يحفظك. شوي من رحت للإمام الحسين؟ والله اليوم إحنا إن شاء الله بالأربعينية نروح للإمام الحسين باكر الليلة مشغالي. إن شاء الله. وش جيت من موسى بن جعفر سلام الله عليه؟ عزيته. إن شاء الله نعزي الإمام صاحب الزمان ونعزي السيد علي السيستاني والسيد علي الخامنئي وجميع المراجع العظام. أنا خدمتكم. والله هاي الحمد لله صار لنا 9 سنوات إحنا نجي. ايه ما تملون بعد النجاح كل سنه تجي تعلمنا اعتياد في حب الحسين صارت يمكن عندكم واحنا ما نحس بغربه بالعراق اصلا وابدا اي والله اخواننا الله يحفظكم ان شاء الله انتم اهل الكرم وبينتوا كرمكم شلون بينتوا على قولة حيدر البياتي بيوم قال من الموصل الى البصره صفرتكم ممدوده ولا هي صفره الحسين ما هي صفره بني بشر لا والله صفره الحسين هي هاي أنا بركات الإمام إن شاء الله إن شاء الله الحسين يحفظكم ويحفظ المراجع العظام ويحفظ الأمة الإسلامية ويخلصنا من إسرائيل إن شاء الله في أمان الله عين الله يحفظكم شكرا الله يحفظكم أخوي من أفغانستان سلام عليكم عليكم السلام عظم الله أجركم الله يخليكم بعد سوالف للي تعرفه بالعربي والله أنا ما أعرف 100% الحمد لله شلونكم زينين بعد والله زيارة 100% يعني تمام يعني كلش اي الحمد لله اي بالنجف وكربلاء هذا كاظمين ان شاء الله اليوم هسه احنا بالكاظمين ان شاء الله ان شاء الله بالسامرة وبلد ان شاء الله بالسامرة وبلد فرصه بعد ان شاء الله ان شاء الله اذا رزقنا الله يخليكم ان شاء الله الله وفقكم ان شاء الله بعد قد بخت الله يخليكم كم مره جاي عراق والله احنا 3 مرات جاي بالعراق بعد ان شاء الله تجي بعد ان شاء الله 100% هذا ايام الجنه يعني مو هذا السوالف يعني ايام الجنه لازم يعني احنا نجي احنا تكلفتك الزياره مال يعني شنو ايه الحمد لله الحمد لله يعني اقصد ما تعبت ما صار شيء لا الحمد لله ماكو شيء هذا يعني ايام الجنه ماكو شيء ان شاء الله كلش خير يعني كلش خير والبركه ماجور شكرا الله يخليك بعد اختي الله يخليك يا هلا السلام عليكم ماجورين ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم نعزي العالم الإسلامي والأمة الإسلامية ولا سيما مراجعنا العظام بهذه المناسبة وهي استشهاد الإمام الحسين عليه السلام اليوم المعزى على رؤوس العالم أجمع وصاحب الزمان الإمام المهدي محمد ابن الإمام الحسن العسكري عليه السلام مثل ما نرى اليوم العتبات المقدسة ليس في كربلاء اليوم الزخم ولكن في كل المحافظات وفي كل الأماكن المقدسة هؤلاء الزحف المليوني أتوا لنصرة الدين ونصرة الإمام الحسين عندما خرج الإمام قال لم أخرج أشرا ولا بطرا وإنما خرجت من أجل الإصلاح وهؤلاء الموالين إلى آل البيت عليهم السلام إن شاء الله ينصرون قائمنا بحق محمد وآل محمد لا والله بعدني لأن شوية ما متهيئ بصورة يعني تامة إن شاء الله هاي الأيام أطلع يعني هاليومين اليوم جيت تعزي سيدي مولاي موسى نعم ليلة الزيارة نعم الإمام موسى بن جعفر والإمام محمد الجواد نعزئهم بمناسبة استشهاد جدهم الإمام الحسين عليه السلام هذا الإمام البر الورع التقي تعلمنا الكثير من الإمام الحسين تعلمنا الأخلاق تعلمنا الإنسانية تعلمنا الكرامة تعلمنا الشجاعة تعلمنا الدفاع عن حقوق الإسلام وعن هو ليس من الغريب يعني اليوم عندما نقول الإمام الحسين نربط الإمام الحسين بعلي بن أبي طالب بفاطمة الزهراء برسول الله جده رسول الله هذا الإمام ضحى ما ضحى من أجل الناس من أجل العالم من أجل شيعة آل البيت أجمع وقالها هيهات من الذلة ونحن إلى اليوم إن شاء الله نقولها هيهات من الذلة هؤلاء الذين يشوهون سمعة الإمام ويقولون أنكم تعبدون القبور وكذا هذول يحتاجون إلى طبيب نفساني مراجعة طبيب نفساني وإنما نحن نتقرب بهم إلى الله سبحانه وتعالى هم وسيلة في الأرض 14 باب نعم احنا اكيد احنا موفقين والله يحبنا عندنا 14 باب وسيلة نعم
عندنا 14 باب من نفتر ما شاء الله ندعي بإمام. يعني أنا رحت للإمام عبد الهادي عليه السلام وللحسن العسكري وللسيدة نرجس أم الإمام المهدي عجل الله فرجها الشريف، سيدة حكيمة وسيدة محمد سبع الدجيل. يعني ما شاء الله تروحين على هاي الصفحة على جهة ديالة على سامراء بها أئمة، تجين البغداد بها الطبيبين موسى بن جعفر والجواد. اليوم كل كشفيات العالم أو كل كشفيات الأطباء عندما ندخل إلى الطبيب كشفية بفلوس، لكن الإمام موسى بن جعفر والجواد كشفيتهم مجانية والشفاء بحضرتهم. والإمام الحسين والإمام الإمام العباس عليه السلام هو بعد صاحب البراهين أبو فاضل بعد، والنعم منه أخو زينب. بارك الله بكم بأخلاقكم الطيبة وموفقين دوما. شكرا لكم جزيلا، حياكم الله. شكرا. تفضل يا أبي. السلام عليكم. مأجورين إن شاء الله. الله يسلمك، الله يوفقك إن شاء الله، الله يعظم أجركم إن شاء الله بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. يعني أولا نعزي الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف ومراجعنا العظام وعلى رأسهم السيد آية الله العظمى السيد علي السيستاني الله يحفظه إن شاء الله ويجعل ذخر إن وللأمة الإسلامية جمعة. أنت رحت لكربلاء زرت الإمام الحسين عليه السلام؟ لا والله ما زرت الإمام، لأن أنا أولا عسكري أداوم هنا بالتواجد. تواجبكم بعد الطوارئ؟ إحنا وحدتنا طالعة إن شاء الله حماية، بس إحنا هنا باقين بالتاجي ومن أهل ديالاني ما شاء الله. وإن شاء الله أهل الكرم أهل ديال عليه السلام. أهل ديال أهل الكرم وجو زارة. الله يسلمك إن شاء الله، إن شاء الله بركة الإمام الحسين عليه السلام. أنتم أيضا هذا واجبكم وهي خدمة للحسين عليه السلام. والله هنيئا لمن كل من خدم الإمام الحسين وزوار الإمام الحسين، والزيارة والخدمة توفيق من الله سبحانه عز وجل. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام. أجرنا وأجر الشيخ الله يحفظ إن شاء الله. لا رحم الله وديك. إحنا منتسبين إحنا من معسكر التاجر. أولا بسم الله الرحمن الرحيم نعزي الإمام الحجة والمراجع العظام بأربعينية استشهاد الإمام الحسين وأخيه أبو الفضل العباس. نحكي اليوم على زيارة الإمام الحسين، زيارة عظمى فضل بركات الله سبحانه وتعالى ثم بركات أهل البيت أجمعين. الخدمة خير من الله من جميع المحافظات من جميع الدول من شمال من جنوب إلى شماله. أنا من أهل البصرة. الله أشكرك حمد الله وديك. الله هي بعد المشي صار من انطلاق الفا إلى مشارف كربلاء المقدسة، والحمد لله والشكر نعمة خير من الله. إحنا نسأل الله وأهل البيت الحفاظ على العراق وعلى المسلمين والمسلمات وبصورة عامة كل صغير وكبير، والحمد لله والشكر. شكرا. أكيد واحنا نشكر أهل البصرة اللي ما زالوا بمواكبهم يستقبلون الوافدين من كل المحافظات من كل الدول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. من يعظم الشعائر الله سبحانه عز وجل. يعني الشعائر ما شاء الله زيارة خير من الله، المواكب خير من الله، الزائر ما يحتاج كل شيء بس الدعاء. بعد هاي عبرات الإمام الحسين عليه السلام وأكيد هو شاف الخدمة ويوصفها إن الحمد لله على هذه الخدمة وعلى هذه النعمة واستمرارها. أكيد إحنا مستمرين وياكم من أرض الإمام سلام الله عليه موسى بن جعفر ومحمد الجواد لنقل هاي الأجواء الروحية أجواء ليلة الأربعين. السلام عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. أجورين. وين؟ من إيران. نعم أنا من إيران. زيارة زرت زيارة خدمة أهالي العراق جيدا عالي. نشكركم من القائد الخامنئي، نشكركم جيدا عالي عالي. شكرا شكرا لكل النفرات كل أهالي العراق. نعم تشكرات لوجودكم، خيلي ممنون لكم. شكرا شكرا. تشكرات لكم أخواننا الإيرانيين اللي أدوا الزيارة وما زالوا مستمرين بالوفود من كل الحدود والمنافذ العراقية. السلام عليكم ماما تعال. السلام عليكم تعال. شو اسمك؟ حسين. حسين أنت جاي للإمام الزور من يوم لا نبيض. لا نبيض لا. إيه شو تسوي هنا؟ جينا أشتغل أنا. أنت تشتغل يا عيني. إن شاء الله يا ربي رزقك حق الإمام الحسين. اليوم هاي ليلة الأربعين سلم على الإمام الحسين. شلون تسلم على الإمام؟ السلام عليكم يا باب الحوائج. السلام عليكم يا أبا عبد الله. أحسنت ماما. إن شاء الله يرزقك الإمام الحسين. مأجور ماما. رغم الزيارة نشوف أطفالنا يشتغلون. الحمد لله وشكرا على كل حال. السلام عليكم. السلام عليكم.
مأجورة إن شاء الله. إن شاء الله مأجورة توصلين بالسلامة. أكيد مستمرين وياكم بتغطيتنا حتى نشوف بعض الزوار تواجدوا، اللي هم أكيد موجودين بس البعض منهم ما يحب يتكلم أو يخجل من الكاميرا. السلام عليكم. الله يحفظكم إن شاء الله. تفضل يا أبو. السلام عليكم. مأجورين إن شاء الله، يحفظكم إن شاء الله. وأكيد إحنا مستمرين بتغطيتنا من أرض الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه ومحمد الجواد لتغطية الزيارة الأربعين، زيارة الإمام الحسين عليه السلام. نشوف الأجواء الروحية ونشوف بعض المواكب هنا أيضا تخدم الزوار ودا توزع خدمة أيضا مستمرة هنا من الكاظمية، ونشكر أهالي الكاظمية. وهذه خلي فرصة نشكر كل قواتنا الأمنية اللي ساهموا بنجاح عملية بغداد وعملية المحافظات جميعا، ساهموا بنجاح هذه الزيارة. نشكر كل خادم، نشكر كل موكب بالآلاف، تقريبا 12,000 موكب خدموا الإمام الحسين عليه السلام. نشكر كل الموجودين على المنافذ، دخلوا 3,500 آخر إحصائية لوزارة الداخلية من كل الجنسيات الأجنبية، وما زالت المحافظات الجنوبية تستقبل وأيضا تستقبل الزائرين وأيضا يعني تقدم لهم الخدمة. نروح فاصل وبعدها راجعين. السلام على علي بن الحسين، السلام على أولاد الحسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي مشاهدي ومتابعي قناة الأيام الفضائية، رجعنا لكم تغطيتنا الإعلامية من وسط كربلاء المقدسة من مدينة الإمام الحسين عليه السلام مع خدم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله لكم. عظم الله لكم ولنا الأجور، ونعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام والأمة الإسلامية بالمصاب الجلل. الله يبارك. اليوم تعال سولف لي هنا عن الخدمة الحسينية، شنو اللي قدرت تقدمه؟ والله قدمنا يعني هل نقدر عليه، الحمد لله وشكر، وجبات غذائية خفيفية يعني كبة كباب دجاج هل نقدر عليه. اليوم شلون انا اريد اسولف لي اليوم، خل توصل انه رسالتك لكل العالم، ان اليوم هسه انه انت يمكن عندك انه عواقب ايد واحده، شلون بدك تخدم الحسين؟ خلينا نوصل رسالتنا انه الامام الحسين نقدر نخدمه بقلوب نوعق، انه لو زحفها نقدر نخدمه. والله نخدمه بالجسد وبالكلام وبكل شيء نخدمه، ويمكن اكثر واحد انا اخدم الولد شادي على الكلام، والحمد لله يعني قادرين على الخدمه. ما زين ما تعبيد حرام؟ لا 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 والله لا، عارفين كل شيء، حتى عيالنا عارفين وجايين، فرقنا ارواحنا للامام الحسين. شلون شفت الخدمه بهذه الزياره؟ والله العظيم اعداد الزوار يعني خدمه والله العظيم ما توصف، يعجز عنها الكلام. تكفيهم هاي الخدمه اللي تقدمها؟ خير وبركه والله يزيد. الحمد لله. استجيب لزاير يقولون لا شارب ولا ماكل ولا جوعان ولا نايم. الحمد لله. شنو اللي تقدموه بموكب؟ نقدم شاي ومي ووجبات طعام سريعه. ما شاء الله. كبس، زلابيه، بقلاوه، كبوه، يعني هنقدر عليه، شرابيت، ماي بارد. سولف لي احنا اليوم ما بقانا انه يوم واحد على انتهاء زيارته، شنو شعوركم اليوم؟ الشعور بدا حزن على قلبنا والله العظيم. شلون راح تقدرون تفارقون كربلاء؟ والله العظيم شعور ما يوصف والله العظيم. يعني هاي الخدمه احنا ننتظرها سنه كامله. مهيئينها ومجهزين. شنو اللي يصيبكم عند اخر يوم من تفلشون الموكب وترجعون؟ والله والله الحسين والحسين شاهد علينا يعني حزن يصيبنا. يعني شعر ما يوصف. الله عليك ابو علاوي، خلينا نشوف انه اخوي تعال تفضل هناك. ابو علاوي عظم الله، الله يبارك فيكم، عظم الله لكم الاجر. الاجر ولا الاجر؟ شلون راح تقدرون تروحون؟ والله قهر ما نقدر، صعبه. تنزلون الرايه وتطلعون انه اي والله حزن هسه جاي احكيك بالشعور كلش. اشوف يعني اليوم انه الدمعه بطرف عيني. اي والله. شلون اللي شفت انه هذه الزياره، شلون شفت الخدمه؟ خير وبركه الحمد لله والشكر. هاي احنا كل سنه نخدم، نبقى 15 يوم 10 ايام نخدم الزوار، الحمد لله والشكر. هاي السنه انه اكو شيء انه كان ما متوفر، او الاسعار شلون كانت، انه مال مواد مال المي يتوفر؟ خير وبركه. لا عم خير وبركه، المي مجانين، الثلج مجانين، جاي نجيب. اعتقد انه هذه الأربعين يعني منتصف الصيف. اي لا شلون قدرتوا تسيطرون على المي والثلج؟ لا موجود، خير من الله، ثلج ومي خير من الله موجود والله العظيم، 24 ساعة موجود بالنهار نجيب ثلج ومي. شفتوا هاي السنة انه اعدادها انه اكثر من السنة؟ اي لا صحيح ان شاء الله، زحمة مليون ان شاء الله جاي يجي، وما تبقى جزء للخميس العالم تبقى هنا الزوار. الحمد لله وشكرا. الله يبارك فيك. رحم الله والديك، مجهورين ان شاء الله، مجهورين. الله يحفظك. من اليوم نشوف انه هذه الخدمة الحسينية اللي كلها انه مزروع بقلبهم حب الامام الحسين عليه السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. عظم الله اجرك. علينا وعليكم ان شاء الله. الله يبارك. عزي امتنا. هنيئا لكم هذه. علينا
عليكم ان شاء الله. خوي احنا نحكي بصراحه لون جامل. نعم. نحكي بصراحه. انت لا تقول لي لا ثلج ولا ماي ولا زوار لا هيج. واحد يحكي على المناطق العاميه. هذا شارع. هذا شارع مجاري ما بي. هاي وحده. اسمعنا. احنا ما نجامل، لا تقول لي طيب احنا عوف انه احنا اليوم رسالتنا رسالتنا وتغطيتنا من اجل زياره اربعينيه الامام الحسين ماشي. من اجل انه المواكب الحسينيه، من اجل المواكب اليوم شلون شفتوا انه الزياره، شلون شفتوا المواكب على راسي. اول بدايه الزياره خوش، زوار تعبانين، لا تقول لكم واي افتر على المواكب هسه يجيبوا التناكر. هاي وحده. الكهرباء كل ساعه وطقت. هاي اثنين، ازاي شلون تريد ترتاح انت؟ شلون انا اريد ارتاح؟ اذا ما اوفر له خدمات. الله يبارك. احنا اليوم انه الخدمات كليتها اليوم احنا من جهه بألف يا علي وبألف دعاء يلا يوصل وواسطه وبالك عنه يلا يطب. ما للطب بسهوله ما الطب، هاي وحده اثنين، انا من قاعد اقول لك هيجي، هذا شارع خوش يوميه الفرد تجي سياره تسحب المي هذا المكوم هناك يغرقون هناك. انا قاعد احكي لك عن شغله. الله يحفظكم الله يبارك فيك. حضرتك النزاير او احد الخدام؟ انا احد الخدام. احد الخدام. انا اليوم هسه احنا عفنا من الخدمات، سولف لي عن المواكب الحسينيه. شنو اللي قدمتوه بهاي الزياره؟ شنو قدمناه؟ شنو اللي قدمتوه اليوم زوار ابو عبد الله؟ اليوم هذا الكم الهائل اللي دخل قدمنا احنا. الله يبارك. انا شو اسوي خلفه مال قص؟ انا من الصبح لسه. صار لك ايش قد بالخدمه؟ خوش. انا صار لي 15 يوم. خوش. انا من الصبح دواره. انا لا افتر على المواكب، افتر على المواكب. يا اللي يحتاج خلفه مال قص احكي وياك. خوش. نعم. اي وين ما كان يا موكب يخابرني اروح له. هيك بس انا قاعد احاكيك عن شغله الخدام. الخدام قاعد يعانون. انا خادم. احنا ان شاء الله نقدر انه اعاني من الماي والكهرباء والمجاري. انت لا تقول المي كبسه مال المي. احنا اليوم صحيح تريدنا اوفر للزاير. انا خادم تريدنا اوفر للزاير. انا ما جاي اجامل، لا تقول لي اجامله والله مو اسوي لك اياها نعيم وبالكنا. عم الزاير منتهي، الزاير منتهي. الظهر تعال الظهر تصور اذا لقيت واحد ابو ماي وحاط ثلج شتريه تراه. انا عزيزي الله بشوف واحد ومغطي. احنا اليوم من خلال انه عاد الايام الفضائيه وتحدثنا قبل قليل مراسلين منتشرين على مشتركات الطرق في المنافذ الحدوديه من فش لامشه، من فش رباطيه، في مدينه كربلاء المقدسه، في الكاظميه وفي الكوت ايضا. وهذه الشبكه الخاصه بنقل الصوره الواقعيه للمسيره الزاخرة الضاربة في عمق التاريخ، المسيرة مسيرة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام المتجهة نحو كربلاء المقدسة مشيا على الأقدام وبعقيدة راسخة. ومثل ما تشاهدون الآن بدأت المسيرة. تدرون اليوم ليلة الأربعين، يوم 19 وليلة العشرين من شهر صفر الخير، والآن أغلب السائرين على الأقدام، الماشين على الأقدام وصلوا إلى كربلاء المقدسة. بقت أعداد قليلة وهذه الأعداد تسير نحو كربلاء المقدسة تخط الخطى. السلام عليكم. جواك الله. شلونكم أغاتي؟ زائر خادم. خادم وزائر إن شاء الله. إن شاء الله يا رب العالمين. والله الخدمة هاي ما تعوض، وإن شاء الله يا ربي تدوم كل سنه وكل عام ان شاء الله يا رب، بالتوفيق لكل خدام والتوفيق ان شاء الله والرعايه. وما شاء الله خدمه الحسين ما قصروا، وش ما يقدمون قريب حق ابا عبد الله، والحمد لله والشكر يعني خدمه رائعه. وهذا ابا عبد الله يسال كل شيء، قدم لنا الغالي والنفيس. اكيد الخادم مي الخادم مي قصير، يقولون اخلص بخدمتك. ليش؟ لان المخدوم قدم دمه. اي والله قدم دمه وعياله. اي والله يستاهل ابو عبد الله الحسين عجيب. يستاهل والله يستاهل. يعني هذا الطريق، الطريق العقائدي، كونوا نسير عليه على نهج الحسين. نعم. مثل ما الحسين وقف ذيك الوقفه ضد الطواغيت، ضد الفساد، ضد الظلم، احنا نسير على هذا الطريق بعقيده. المفروض من عندنا احنا نربي انفسنا اول شيء ونربي اجيالنا على هالطريق الصحيح هذا، وطريق الاخلاص والتفاني من اجل دين الله سبحانه عز وجل وقضية أهل البيت عليهم السلام. وننبذ الطائفية والحقد ونتعايش المحبة بين كل الطوائف. قبل شوية حجينا العزيز ذكرت فد مقولة أمام أحد الخدم،
قال خلصت يا حرامات. قلت له لا ما خلصت. قال لي شلون؟ قلت له طريق الحسين على طول السنه مستمر. خدمة الحسين مستمر. تقدر انت تخدم بالدائرة وتخدم بمحلك وتخدم بالشارع وتخدم ويا جيرانك وتخدم ويا اولادك. تعلم ابنك الصلاة وبنتك بنيتي فدوى روح لك حجابك. الله صحيح. هاي الخدمة هي اخذنا صحيح هاي. وانا بالنسبة لي اقدم كلمة لبناتنا وخواتنا ذن اللي جايات يزورون ابا عبد الله الحسين. الحشمة الحشمة اهم شيء. يعتني بحجابه. الحمد لله ما تقاطعك. الحمد لله وشكرا. اليوم شرفنا بخواتنا. نعم حقيقة. فضل عدنا والله. شيلت راس عندنا. والله عدنا عدنا بنات وعدنا خوات ما شاء الله الحمد لله والشكر. زينبيات بصورة صحيحة. عدنا بعض الشواذ ونتمنى من الله سبحانه عز وجل أن يلتفتن هالشاذة هاي. يلتفتن وينتبهن على أنفسهن. لأن هذا الوقت وقت صعب. والأيام الجاية ممكن تصير أصعب. ونتمنى يا رب التوفيق للجميع. ان شاء الله ان شاء الله ربي يحفظك ان شاء الله ويرعاكم كل التوفيق كل التوفيق كل التوفيق ويانا ابطالنا دائره الصحه وهاي المفارز الطبيه المنتشره كفيتوا وفيتوا بالخدمه. بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله اجوركم بمصاب سيد الشهداء ابو الاحرار. والله يعني احنا في خدمه الزوار يعني بنقل الحوادث لا سامح الله بنقل الزوار اللي من وعك الصحية تعرف انت ولو الحمد لله المفارز منتشر على طول الطريق. يعني حتى اعطي صورة اكثر من 120 عجلة اسعاف منتشرة من النجف الى حدود كربلاء. حدود كربلاء نعم. هاي بس المفارز اسعاف. نعم بس المفارز الاسعاف. فباقي هسه تدري يعني الزوار في الايام الاخيرة او اليوم الاخير من المشاي الى ابا عبد الله الحسين العفو. لازم يعني يكون تواجد للإسعاف، تواجد للكوادر الصحية، تواجد للمفارز الصحية والباقي على الله. أحسنت. الله يسلمك. كل التوفيق. موفقين خدمة الإمام الحسين أصحاب مواكب اللي بالإسعاف واللي هو جندي واقف واللي حشد شعبي واللي ما أدري حتى الزغير كلها ما شاء الله بسفرة الحسين. الحمد لله والشكر. هذا الطريق طريق الشهادة، طريق التضحية، طريق يعني شو تريد تسمي أنت؟ تعجز من الاسم مالته زين. والحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. الله يسلمك ويخليك يحفظك. احسنت. مشاهدي الكرام احنا مستمرين ياكم بتغطيتنا والكثير اليوم يشاهدون خدم الامام الحسين. السلام عليكم حجي. قواك الله. تعال يمي شاتري انا اريد اسولف وياك. ليش بتجي؟ اهلا وسهلا بك. اليوم الوداع. والله اني رادود زهير العبودي. تشرف فيك. رادود موكب الامام علي الهادي عليه السلام. تشرف. ولو حاليا امر بوعكه صحيه بس احنا اليوم يوم الوداع يوم حزن عندنا. عندنا في البيت شعري يوصف لنا حاله اللوعه والوداع بين الخادم والمخدوم. والله انا هيك ابيات ما يحضرني بس اقول خدمنا حسين والخدمه تجنى ولهذا السبب والوادم تجنى. شلون النار بالمحشر تجنى ولسنه تلهج بذكر الزكيه. اريد واحد بالطور بيت بالطور. أكو بيت أنا دائما هذا أستخدمه يعني بالمجالس دائما أقرأ هذا حسبي لوعة. زينب سلام الله عليها تقول ظلي ظلي يا دنيا إيش بعد من خوال. يا دنيا إيش بعد من خوان. ظلي 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 وترس عين القبل ما شاف. تقول ترس عين عين القبل ما شاف. ظلي ظلش عجب ما قال للعباس. والله ظلي ظلي ظل قباله وغرب الجمال بيه. اي والله قباله وغرب الجمال بيه. احسن الله اليك. ساعات اللوعة والوداع شلون تحس انت والله هي ما تنوصف يعني. انا اليوم فوق مرضت مرضت مرض ثاني وهو وداع الزوار. صافن من العصر لسه صافن على الطريق. معقوله باكر ماكو زوار؟ معقوله باكر ماكو لطامة يصعدون يلطمون وياي؟ وهسه بالموكب يقول لي اليوم تقرا. قلت له المن اقرا؟ زوار راحوا اليوم شلون اقرا المن؟ يقول لي ولو بس واحد اقرا له. وهاللي قاعد هسه جاي يحضرون للمجلس بعد شوي راح اقرا لهم. اكيد لازم تقرا. اي والله لازم. احنا بعقيدتنا مجالسنا الامام المهدي المنتظر الزهره هي ام الحسين ام المأتم زينب سلام الله عليها ائمتنا الاطهار هم يحضرون هذه المجالس. والله يا ابن عمي هي لوعه
فراق زوار ابا عبد الله لوعة، ما من بعدها لوعة. انا اقول لك يعني انا احنا الله يطيل عافيه سيد جاسم صاحب موكب الامام علي الهادي، من يوم واحد صفر قال على نفسه ان يقعد، وقعدنا انا وياه وجيت وياه وقعدنا وياه وقرينا من يوم 10 ولحد امس احنا نقرا يعني للمجالس. تشوف طريق ما بين شغلات ايمانيه ما بين هذا الزحف اللي تشوفه عباره عن سيل كله من جرف كله رايح نحو الحسين. شنو من شرف هذا للحسين؟ شنو الحسين يعني شنو بالنسبه؟ وتشوف هاي اللهجات من كل العالم، تشوف الاعلام من كل العالم، يعني ما اعرف شلون يعني انا بس استغرب على شغله، المعاندين لمنهج الحسين شلون يشوفون الطريق هاي الطريق الوحيد والقياده الوحيده التي بقت ولا زالت مستمره إيه على قيد الحياه هي طريقه الحسين. إيه نعم. شيعه الحسين نعم. ياخذون من قائدهم البقاء. قائدهم يرفعهم الاسلام حسيني البقاء. والنقطه الاخرى عندنا عقيدتنا بإمامنا المنتظر، هو إمامنا اللي المنتظر هو يزحف ويا الزوار، هو يوصل الزوار. إمامنا المنتظر هو يوصل الزوار الكربلاء. وبارك الله بكم. أحسنت. جزاكم الله ألف خير. أحسنت شيخ العزيز، موفقين إن شاء الله. مشاهدي الكرام لازلنا وياكم، وطه يقول لي دقيقتين، أكيد دقيقتين. هذه ليلة الأربعين، ليلة وداع الزائرين، وهذه الليلة العاشق والمعشوق الخادم والمخدوم اليوم يتواعدون على هذا الطريق، يحثون الخطى للسير على نهجك يا حسين على هذا الطريق. الصرخة التي وقفت فيها في عرصة كربلاء وقلت ألا من ناصر ينصرنا، ألا من ذاب هذه النصرة التي أعدها لك الزائرون والخدم على هذا الطريق، طريق الشهادة، طريق الإباء، طريق الصمود، طريق العقيدة، طريق إحياء الدين، طريق البقاء على نصرة محمد وآل بيت محمد، الطريق العلوي، الطريق الفاطمي، الطريق الزهرائي. لازلنا نقف على هذا الطريق ونسير على هذا الطريق، ولازلنا شبكة مراسلي الأيام، وهذه عودة إلى زميلتنا نور في الكاظمية، من طريق يا حسين إلى الكاظمية ونور وياك اللقاءات. من جوار سيدي ومولاي موسى بن جعفر ما زلنا أيضا نستقبل الزوار من مختلف الأماكن. نبدأ ويا إخواننا من إيران. السلام عليكم، تفضلوا. السلام عليكم، عظم الله لكم الأجر. ممنون، سلامات باشید، وقتتون بخیر، لطف کردی، زحمت کشید. تشکر میکنیم از دولت عراق، تشکر میکنیم از ملت اینا. ما برای چندمین بار میان عطبات عالیات، خب الهی شکر که مسیری باز شده، ما میتونیم میتونیم این مسیر رو این مسیر صورتتو بکشون نگاه دور بین کن که میتونیم بیایم اینجا. تشکر میکنیم از مواکب که پذیرایی کردن با این ازدحام جمعیت، این شلوغی، با این هوای گرم به نحو احسن رسیدن به ما. انشاءالله یه راهی باشه که به امید ظهور آقا امام زمان انشاءالله که تو این مسیر همون ان شاء الله لظهور الامام. هذه باقيه المسيره على الرغم، وتشكر من الدوله اكيد العراقيه، واكيد احنا بدورنا ايضا نشكر بنته اول مره جاي العراق. من بار اولمه که دارم میام، واقعا از همه ممنونم که داخل این راهی که ما اومدیم همه جوره رسیدن، با اینکه همه شلوغ بود، همه جمعیت بود، برای کسی کم و کسری نبود، هر کی هر چی خواست در رفاه کامل بهش رسید. ایشالله که امام زمان هر چه زودتر ظهور کنه، هممون به عشق ایشون راهی بشیم. و خیلی ممنون از ملت عراق، از دولت که تونستن امنیت ما رو فراهم کنن تا به ما بیایم. ایشالله که روزی همه مردم ایران باشه بتونن بیان. اینجا عراقی، ایرانی، افغانی، پاکستانی، هندی، آفریقایی هیچ نداره، همه زیر یک پرچم امام حسین، همه پرچم واحد امام حسین، یا بول حسین یا جمعانا. تشکرات، خیلی ممنون منكم، شكرا. السلام عليكم اخونا، يا اهل نورتوا اهل الموصل، يا اهل انا بالبصره بصره، يلا كل احنا واحد، عراقنا واحد. الله يحفظك، الله يسلمك، الله يسلمك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. احنا نرحب بهاي قناتكم بالامام الكاظم عليه السلام والكاظميه المقدسه، هاي اللي احتضنت كافه اطياف الشعب العراقي
من السنة ومن الشيعة ومن الأكراد والمسيحيين والأيزيديين، واحتضنت دول العالم جميعا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومن الخليج ومن أوروبا، وأنه جمعنا حب الحسين عليه السلام. حب الحسين جمع كل هذه القلوب والحناجر الذي تهتف لبيك يا حسين. فإحنا هذه الفترة اللي حاليا يعيشها العراق هي فترة إيمانية وفترة تنم على خلق العراقيين باستضافتهم كافة دول العالم، والكرم العراقي الذي بذلوا كل ما يملكون للزوار من مأكل ومشرب وفنادق وبيوت، وأهلا وسهلا بهم في بلدهم الثاني العراق. بارك الله بكم. تأمل رحت للزيارة. أنا إن شاء الله باكر أروح زيارة الإمام الحسين. اليوم أجيت زيارة الإمام موسى بن جعفر، وإن شاء الله بليل أنطلق لزيارة الإمام الحسين عليه السلام. أسألكم الدعاء والزيارة. أشكرك وشكرا لقناتكم الموقرة، والله يحفظكم. الله يخليكم، مأجورين إن شاء الله. السلام عليكم عمو. أخونا العمو إجا من النرويج. يا أهلا وسهلا، نورت بلدك. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال الحسين عليه السلام: لم أخرج أثرا ولا بطرا، ولكن خرجت للإصلاح لأمة جدي. جئنا زائرين عارفين بحقهم، خرجت الألوف والملايين لتأتي من كل بقاع العالم، تأتي لزيارة سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين الذي أوصى به رسول الله في أحاديث مني وأنا من حسين. الله حب الله من أحب حسينا. فنبارك أول شيء نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام بشهادة وأربعينية سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام. مبارك أنت، هذه مو خطأ بالكلام، مبارك على هذه الخدمة وهذه النعمة. الحمد لله، الحمد لله على هذه النعمة. جموع المباركة هاي اللي وصلت هنا، أنا مشينا على الأقدام لزيارة أبو عبد الله، ومن هذا الموقع من الإمام الكاظم والإمام الجواد. أسأل الله بحق محمد وآل محمد وبحق الحسين الشهيد أن يحفظ العراق والعراقيين. سؤال أنت، إحنا عايشين في ظل ورحاب موسى بن جعفر في بغداد، سواء اللي كان في كربلاء، إحنا عندنا باب وإحنا نقصده. أنت هناك شلون في الغربة وعلاقتك بأهل البيت؟ نحي أيام عاشورة، عندنا 13 يوم الحسينيات ونقيم المآتي الحسينية واللطميات والثوابات. فهاي المجال نعلم أولادنا وأحفادنا بأنه هذا طريق الحسين. طريق الحسين شائك طبعا، احنا شفتي احنا هذا الطريق صعب جدا، محاربين من كل شيء. يعني احنا نخلي حراسات برا في سبيل حتى ندخل جوا. طلعتم من العراق بال99 بسبب النظام البائد. طبعا النظام البائد، وخرجت صاروا هاي هواي شغلات. اي فخرجت وعفت عائلتي، بعدين عائلتي التحقت فيه. ايه والحمد لله والشكر، اجي زيارة الحسين كل أربعينية وكل هذه، واهلي هنا واتبارك بزيارة الحسين الامام موسى بن جعفر، نجدد العهد والولاء لابا عبد الله الحسين. والله يحفظكم ويحفظ قناتكم ان شاء الله هاي الطيبة الموقرة، ونشكركم. ومرة اخرى نعزي صاحب العصر والزمان. الله يحفظكم يابا. ماجور تفضل. الله يحفظك. أنا بعد هو حكى بما فيه كفاية. أخوي دائما أزور وأرسل العفو، أرسل الفيديوهات الزيارة. مشاعر الحسينية ما توصف. وهنا والأدهى منها أنه خدمة الإمام أبا عبد الله وخيرات الحسين، ما شاء الله. يعني أهل الكرم العراقيين نضرب بهم المثل. يعني هاي الحشود اللي هاي بيوتهم فتحت، وكذلك الغذاء ما يعني لا يوصف مشاعر. يعني اكو البارحه انا شفت جماعه ينزلون الموكب مالهم وهذه، وبكاء يعني يريدون يخدمون. فاسان غير اراديه. نعم الله يعني سبحانه وتعالى هو اللي يقوم بهاي الشيء، واجعل افئده من الناس تهوى اليهم. عرف من كل بقاع العالم توصل العالم للحسين مشيًا على الأقدام. تدرين قد معاناتنا؟ اللغة الحجز، اللغة الطيارات، تأخرت علينا الطيارات، المطارات منتظريننا. أهلي من الساعة 2 للـ5 أنا وصلت.
عرفت يعني كله ما المهم احنا وصلنا امنين الحمد لله وشكرا لك شكرا هذا اللقاء الحلو والله يخليك ويحفظكم ويحفظ قناتكم ويحفظكم ان شاء الله نشوفكم السنه الجايه هنا باذن الله تعالى نسالكم الدعاء مع السلامه يا بك ماجورين الله يحفظكم السلام عليكم ماجورين عظم الله اجوركم السلام عليكم عظم الله اجورنا واجوركم باستشهاد سيدي ومولاي الامام الحسين عليه السلام واخيه ابو الفضل العباس عليهم السلام ومن استشهدوا من اجل الدين والمذهب نعم احسن الله عملك. اليوم جيت اواسي وعزي امامنا امام عصرنا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه وسلم مخرجه والامامين الهمامين الكاظمين عليهم السلام باستشهاد سيدي ومولاي الامام الحسين عليه السلام واخيه ابو الفضل العباس. طبعا قبل البدء بالتعزيه انه اشكر قناتكم الموقره على هذه اتاحت الفرصه لكي يسمع كل من يشاهدني او يسمع صوتي انه ادعو من كل طوائف المجتمع العراقي وغير العراقي بانه ينصرون سيدي ومولاي الامام الحسين عليه السلام واخي ابو الفضل العباس لانه هذه بصراحه الزياره لها خصوصيه وتعرفون انتم خصوصيتها احسن جزاك الله خير جزاك فهذه الزياره لها خصوصيه خاصه للشيعه وعامه لكافه يعني المجتمعات الباقيه نعم فهذه جزء وهذا جزء مهم من هذه احياء هذه الشعيره. انت شنو انطاك الامام الحسين عليه السلام وهيك متمسك فيه؟ والله بصراحه اعطانا كل ما نريده من فكر، من شجاعه، من اطاعه لله جل وعلا، من معرفتنا بالاله الله جل وعلا، من كل شيء. اي من التضحيه نعم. هو ان الامام الحسن انت جزاك الله خير شكرا لك يا ابو ماجون ان شاء الله بارك الله فيك شكرا جزيلا السلام عليك تفضل يا احشي تركي اي تفضل اي اي من احشي تركي عادي ها عادي تكلم اي بلهجتك تكلم سبيك تركيش يس يس يو كان بس برده قام شغل حضره امام موسى جعفر زياراتنا بكي شفاعات دربز اهل بيت امام حسين قانا حقك ودنيانا ايس بدرمه ايس وملاته ياس امام حسين يولو حق يولويدو فبز توصيه دارق ملتان امام حسين يولون تتسو بز هبي ملتان رازيغ كربلا جماعتنا امام موسى جماعتنا وزوار خزمتي تمغدا بز شوخ مملوغ جل مغيزة اهلا وسهلا شوك تشكر درو تفضل السلام عليكم ماجورين ان شاء الله اجركم عند الله الله يخليكم والله احنا جايين زياره امام الكاظم سلام الله عليه وعلي من ليران اي ايوه ونشكر من هنا اهل العراق حقيقه ضيفونا احترمونا الله يخليكم ورحم الله والديكم واحنا جايين خدمه امام الكاظم واشكركم جميعا جميع عراقي شنو الصغير شنو الكبير على عين والراس الله يخليكم شفت الخدمة شفت الزوار ما قصروا وياكم ان شاء الله ماكو قصور ان شاء الله والحمد لله والشكر حساب داشين ببيتنا هذا بيتكم بيتكم الله يخليكم الله يخليكم تجون هلا بيكم هلا بيكم الله يحفظكم زوار حسين الله يحفظكم وتردون سالمين غانمين وين ما كنتوا ترجعون لاراضيكم محافظاتكم ومدنكم ان شاء الله مهيئه ايضا عدت بعض الجهات المعنيه من وزاره النقل محافظه بغداد سيارات النقل الزوار من كربلاء الى اماكنهم وحتى لاماكن المنافذ في عوده الزائرين مهيئه الان والطرق مفتوحه وان شاء الله سهله على الجميع السلام عليكم السلام عليكم جورين عربية وين ايران؟ بالي تعزية مواساة صاحب الزمان فارسي تكلم فارسي سلام عليكم سلام عليكم من ابو الفضل سيدي ازم از مشهد سلام عليكم حميد رضا غفاري از مشهد This is your first visit to Iran? Iran? دست شما در نکنه دست شما در نکنه عراق که این همه قضا موکبا همه چی میدادن امکانات زیاد و خوب خیلی ممنون تشکر
الله يحفظكم، الله يحفظكم، موفقين ان شاء الله. اخواننا مين ما تكونون، مين تجونا هلا بكم، وهذا بيتكم الثاني. اكيد احنا مستمرين تغطيتنا من جوار سيدي ومولاي موسى بن جعفر وسيدي ومولاي محمد الجواد لنقل هذه الصوره الحيه والروحيه لليله زياره الأربعين. هذه الزياره الواجبه على جميع المؤمنين، وهي علامه من علامات المؤمن. اليوم احنا في حضرتهم سلام الله عليهم نقرا الزياره، واكيد نهديها ونهدي الزياره لصاحب الزمان اللي هو المعزى هذه الليله. السلام عليكم. عليكم ورحمه الله. بصره يا هلا بصرة، أهل الكرام الله يحفظك، الله يرحم والديك، جزاك الله خير، خير ونعمة لا توخي. يا الخدمة خجلتونا بكرمكم. نعمة من الله، من الله ومن الإمام الحسين. أي والله، الله يرحم والديك. صاروا يا نعمة، شو أوصف لك؟ وحدة اثنين ألف اللي ببالك كلهن، من كلهن الحمد لله نعمة الله. جيتوا أنتم مشايخ؟ أنا لا، جينا من الأجر. أي والله اللي زرنا الإمام والحمد لله رضي، جينا لبغداد. وين تروح؟ هسه باكر ارد لاهلي البصره. ان شاء الله الطريق مفتوح. الله يرحم والديك، جزاك الله توصل بالسلامه ورحمه الله على والديك. ادعي لنا وياك ان شاء الله يوصل لحالك. مهجورين اهل البصره، الله يحفظكم. الله يحفظكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام تفضل. تفضل. زمنا عرض السلام خدمه عراقي محترم. ممنونم از دولت عراق، خیلی کمک کردن، خیلی عالی بود، عربین خیلی خوب بود، خیلی پذیرایی خیلی خوب بودن، خصوصا از موکبداران عزیز تقدیر و تشکر میکنیم. ممنون. تشکر، خیلی ممنون. تشکر، تشکر. خیلی ممنون الکم، الله يحفظكم و تشکرون من دولتنا. السلام عليكم يا ابو. السلام عليكم. الله يحفظكم، مأجورين إن شاء الله جميعا بحق محمد وآل محمد. أكيد إحنا مستمرين بهذه التغطية المباشرة. أكيد نشكر كل جهود قناة الأيام وين ما كانت من 12 منطقة ومحافظة لنقل زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، وهي بركات الإمام الحسين اللي ساعدتنا ونجحتنا خدمة لإمام صاحب العصر والزمان. إن شاء الله صوت الأيام باقي، واكيد ننتقل وياكم الى البصره الى الشلامشة مع الزميل كاظم الحاوي. عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما تشاهدون اليوم هنالك اعتصام من قبل اطفال المواكب الحسينيه التي تخدم في هذا المنفذ، منفذ الشلامشة الحدودي، والذين جاءوا مع اهلهم وجاءوا مع ابائهم من اجل ان يقدموا ايضا الخدمه لزوار أبي عبد الله الحسين، وأيضا يساعدوهم في تقديم الماء والطعام، وأيضا وبكل فرح وسرور هم يقدمون المساعدات ويقدمون ما يحتاجه الزائر القادم إلى العراق والخارج من العراق. ننظر وإياكم الآن هؤلاء الأطفال الذين وقفوا أمام الكاميرا وقالوا نحتاج إلى لقاء. تعال. أنت منين؟ من نيران. من نيران؟ جاي من نيران. منين؟ الفلاحية. من الفلاحية. زرت له بعد؟ زرت بداية الحمد لله زرت. شنو كان طلبك من الإمام الحسين؟ شاف أهلي. وأنت؟ أنا كنت مريض شافية؟ الحمد لله وشكر بفضل الله سبحانه وتعالى وبكرامة الإمام الحسين عليه السلام. تعال أنت، تعال تعال سولف لي. أنا من جاي؟ أنا جاي ويا أخوي. ويا أخوي؟ إي. أي موقف؟ إي. شو تسوي؟ أخدم. اخدم، اوزع اكل، اوزع ماي. اي بعد شو صيح للزاير؟ هلا بيهم، هلا بالزوار. بفيرما. بفيرما؟ اي. يعني شنو؟ يعني تفضل. اي. وانت ويا من جاي؟ ويا ابوي. جاي ويا ابوك. شنو تسوي ويا ابوك؟ اخدم. ايش تخدم الزوار؟ ايه. شو تقدمون؟ الشراب والطعام. الشراب والطعام. الشراب والطعام. عافيه. شيل منك الزاير تنطي. مو عافيه. ومنا بعد تعال 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 هاي البنيه، هاي البنيه. بعد تعال. ايش انت ويا من جاي؟ ويا عمتي. ويا عمتي جاي لزياره لو بالموكب؟ زياره. بالزياره زرتي؟ اي. عافيه عافيه عافيه. وانت ويا من جاي؟ انت احكي عمو. عالصامت. وانت ويا من جاي؟ وانت جاي ابوي وعم عبد. قول ويا من جاي؟ ويا خالد. هلا شوف الابتسامه. الحمد لله والشكر. الاطفال وانت وين جايه؟ تعال والله تعال. جاي عمو تعال. يلا افتري. يلا افتري. انت افتري على الكاميرا. بعد الكاميرا على الكاميرا على الكاميرا. سولفي ويا من جايه؟ يا امي. ها؟ يا امي. ويا امي جايه لزياره لو بالموكب؟ لزياره. لزياره زرتي؟ ايه. رحتي للامام الحسين؟ ايه.
عافية. هسه اريد منكم كلكم شو تصيحون؟ لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، ارفع ايدك، ارفع ايدك، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. موفقين ان شاء الله. الله يخليكم. هسه الله يعطيك العافية. سولف لنا انت صاحب موكب. اي نعم. واطفال هوايه ما شاء الله. اي والله جاي نخدم الزوار الحمد لله. اي والله جانا والحج وياي. تربيه على هذا الخط، خط الامام الحسين. احنا شهدنا غير الحسين. الحمد لله. اي والله ما عندنا غير الحسين. من وين تخدمون هنا؟ من اول يوم. من اول يوم؟ اي. شو صار لكم 20 يوم تقريبا؟ 20 يوم تقريبا. الحمد لله. الحمد لله نخدم بعد تسوي. نوفقكم ان شاء الله. امه الله والديك. شهدنا غير الحسين. الله يخليك. حبيبي حبيبي. الله يعطيكم العافيه. يلا ان شاء الله. يعني هذا تجمع الاطفال بالموكب الحسيني في منفذ الشلامجه، اكثرهم يحبون يطلعون في كاميرا الايام الفضائيه ويشوفون نفسهم ويشوفون يعني اهلهم واصدقائهم ايضا يشوفونهم، وايضا يقولون لبيك يا حسين عبر هذه الشاشه. قولوا لبيك يا حسين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. احسنتم احسنتم، وهذه عوده للزملاء متابعي قناه الايام الفضائيه. رجعنا لكم مره اخرى بتغطيتنا الاعلاميه من وسط كربلاء المقدسه، وهذه الحشود المليونيه المتوجهه الى مرقد سيدي ومولاي ابا عبد الله الحسين عليه السلام. السلام عليكم حجي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عظم الله لكم الأجر. لنا ولكم عظم الله الأجر، وإلى شيعة أمير المؤمنين، ونقدم التعازي والمواساة لمحمد وآله الطيبين الطاهرين، ونعزي أنفسنا ونعزي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ورفع راية محمد وآل محمد إلى أعلى على الثرى، ونصرته على الأعداء والذين يريدون بآل محمد وشيعة محمد البغض والكراهية. من جيتكم حجي؟ نحن من البصرة. شلون انه شفت الطريق؟ شلون شفت الخدمات؟ نعم، اجينا ومن البصره الى دخلنا كربلاء، الحمد لله الناس تستقبلنا في الطريق، وكل يقدم ما لديه وما استطاع اليه من خدمه، ونشكر جميع الذين ساهموا في خدمه زوار الحسين من البصره الى كربلاء. احنا اليوم انه من اجل تاديه رساله انه اعلاميه، اليوم ايش قد عمرك حجي؟ اللهم صل على محمد وال محمد، انما اعمار بيد الله. والامام محمد الباقر سلام الله عليه يقول عليك بالعمر بالساعة التي أنت فيها، والعمر لا يتكلم به الإنسان، إنما الأمر يرجع إلى الله. إحنا نشوف إنه هذا اليوم الشيبة الكبيرة اللي نعم. حلت ضيفة على كربلاء إلى الإمام الحسين. نعم. اليوم إحنا نشوف إنه هذه رسالة بحد ذاتها، إنه نعم. الإمام الحسين خدمته ما تعرف لا صغير ولا نعم. كبير. نعم. نعم. عند الإمام الحسين تسقط كل المناصب. نعم. هذه واقع الحال، نحن ما نتكلم على قضية منصب أو رئاسة أو مكان أو اسم، إنما نتكلم كخدام لأصغر وأكبر من يزور الحسين، نحن خدام له. شلون شفت عمو الهيئات المواكب؟ والله نحمد الله أن قضية الهيئات والمواكب الحسينية مهيئة بكامل كوادرها وكافة خدماتها لإطعام الزوار الذين أتوا إلى كربلاء، والحمد لله الذي كما نراه اليوم العدد والعدد كبير، وقد يكون يصل الى 10 مليون نسمه. اليوم انه نشوف هذه الزياره حجي نشوفها انه اكثر من السنه السابقه. الحقيقه هذا شيء تقدير ليس يمي، تقدير لمن هم الاعلاميون والذين يعدون العدد. الحمد لله والشكر. احنا اليوم انه شلون شفت انه شنو شعورك عندما دخلت كربلاء؟ الحقيقه كان شعوري اولا بكيت وحزنت والمت وفرحت ان هذه الشعيره هي ثوره حسينيه بحد ذاتها، من يوم الذي قتل حسين لهذا اليوم فأن ثورة قائمة المات الحسين حتى يظهر صاحب العصر والزمان ليكمل اللهم المسيرة ليملأ الأرض عدلا وقصدا كما ملأ ظلما وجورا. الله يبارك بكم. بارك الله بالجميع. هنيئا لكم. هنيئا لكم. هنى الله الجميع ونهني شيعة المؤمنين بقبول أعمالهم وغفران ذنوبهم وستر عيوبهم، وأسأل الله أن يصل كل زائر من زوار الحسين إلى بيتي آمنا سالما بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا لك عمي. الله يحفظك رحم الله. احنا اليوم انه قبل لا ننتهي اليوم حدثونا انه من اجيتوا اكيد اجيتوا بسياره. اوكي، شلون شفتوا انه الطريق انه النقل قدرتوا توصلون الى كربلاء بسلاسه؟ ما صارت انه عندكم انه اي عرقله انه بالطريق الخدمات؟ شلون شفتوها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نعم. سيدنا ونبينا محمد وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين. نعم، كانت الامور كلها سالكه بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل الامام الحسين عليه السلام وجهود الخيرين
من الحكومات المحلية والحكومة المركزية وكذلك من الأهالي اللي موجودين والمواكب كذلك والهيئات وأهالي كربلاء اللي قدموا الدعم اللوجستي للمواكب الحسينية ولمسيرة الإمام الحسين سلام الله عليه. وجئنا اليوم نعزي سيدنا ومولانا بقية الله في الأرض الإمام الحجة عليه السلام بمصاب أبا عبد الله وبمصاب زينب الكبرى عليها السلام بزيارة الأربعين اللي هي سابقا كانت تسمى مرد الروس، احنا نسميها سابقا. وهن هم جايين مناك من دولة الكويت، هم جايين يعزون اللي هنا. الله يبارك فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام. احنا اليوم نريد ان نشوف شنو شعورك عندما دخلت مدينة الإمام الحسين عليه السلام. سلام الله علينا وعزي. وانت الآن بالقرب من ضريح سيدي ومولاي. حقيقة المشاعر المليونية هذه يوم تشوف الناس هذه كلها متوجهة إلى قبلة الأحرار أبي الشهداء سيدي ومولاي الإمام الحسين تقشعر الأبدان. حضرتك من الكويت؟ أنا مقيم بالكويت، عراقي ومقيم بالكويت، وأجي كل سنة هنا أشارك مع الجموع هاي المليونية. سولف لي شلون شفت الطريق، شلون شفت الخدمة الحسينية، شلون شفت المواكب. كل سنة بعد سنة ننبهر بالخدمة، الله يوفق الهيئات والمواكب الحسينية، الأهالي، الحكومة المحلية، كلهم الله يوفقهم إن شاء الله، لأن قاعد يقدمون خدمات سنة بعد سنة، قاعد تتحسن الخدمات ونشوف شيء أفضل وأحسن. نسأل الله أنه يرتقون بعد للأفضل، وهم مرتقين إن شاء الله. اليوم أنه شنو شعورك عندما تطلع أنه من كربلاء وده تودع الإمام الحسين عليه السلام وإحنا بدينا نقترب من انتهاء الزيارة؟ إن شاء الله هذا وداع غير مفارق إن شاء الله. نسأل الله العودة في كل سنة وكل عام إن شاء الله لزيارة سيد ومولاي أبي عبد الله الحسين. الله يبارك فيك. أكيد يعني نحزن لفراق الإمام، ولكن بعد هذا واقع حال، الكل يرجع، هو الإمام عايش في قلوبنا. الحمد لله. أكيد إن شاء الله الإمام عايش في قلوبنا، ذكراه باقية كل يوم كربلاء وكله كل يوم كل عاشوراء وكل أحسنتم أحسنتم أحسنتم. اليوم أنه هواي امتنعوا ما قدروا أنه يجون للزيارة، اللي أنه المريض اللي جرحى المرضى اللي أنه امتنعوا ما قدروا يجون، شو توجهوا لهم رسالة من كربلاء؟ طبعا هذه الناس الموجودة هذه أكيد كل واحد اللي يزور نيابة عن نفسي وعن من قلدني زيارة والدعاء، أكيد الكل شيعة أمير المؤمنين باعتقادي أنا الشخصي مشمولين بدعاء هذا والزوار ومشمولين بالزيارة إن شاء الله إن شاء الله. نسأل الله القبول للجميع إن شاء الله، وأن لا يرجعهم خائبين إن شاء الله. تعال سولف لي، إيش قد عمرك؟ 14. من ميا محافظة؟ من البصرة. شلون شفت الزيارة بكربلاء؟ شلون شفت المواكب الخدمات؟ والله ما شاء الله كل شيء موجود متوفر عندهم، وقاعد يساعدون ووجبون وين ما يشوفونا بمكان يدخلونا خلينا نخدم وياهم. تونا جينا من الخدمة. شنو السبب اللي انت نجيت فيه انه الكربلاء اليوم؟ سولف لي. حب الحسين. سلام الله عليك يا ابو عبد الله الحسين. اليوم انه شنو شعورك وانت يعني بالقرب من ضريح ابو عبد الله الحسين؟ الشعور ما ينوصف والله صراحة، يعني إمام الحسين بعد قدام. حافظ في قصيدة شعر للإمام الحسين؟ مو كلش لا. أوكي شنو اللي حافظه؟ ما حافظ، هو أنا ما أحفظ. الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. الحمد لله، هنيئا لكم يا حبيبي. بارك الله بكم. بارك الله بكم. الله يوفقكم يا حبيبي. إذا أحبتي المشاهدين ومتابعي قناة الأيام الفضائية، مستمرين بتغطيتنا الإعلامية طيلة زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. ماخذين فاصل وراجعين. وما الله أجورنا وأجوركم بذكرى أربعينية أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام. ما زلنا وإياكم وشبكة مراسلي قناة الأيام الفضائية، وهذه التغطية المباشرة لزيارة أربعينية أبي الأحرار، هذه الزيارة المليونية، هذه الزيارة الكبيرة التي يعني رسمت يعني الصورة من أجمل الصور التي يعني تظهر فيها يعني الشيعة من كل دول العالم يعني ذهبوا إلى كربلاء المقدسة لأداء زيارة أربعينية أبي الأحرار هنا في مدخل مدينة الكوت وعند الطريق الرابط من المنفذ الحدودي منفذ زرباطية مرورا بقضاء بدرة وناحية جصان وصولا إلى مدينة الكوت. المواكب ما زالت إلى حد هذه اللحظة ونحن يعني تبعدنا عن الزيارة ليلة واحدة، والمواكب مستمرة دون كلل أو ملل. جميع الخدام ما زالوا مستمرين ويقدمون الخدمات للزائرين على مدى 24 ساعة. منفذ زرباطي الحدودي وإلى حد هذه اللحظة سجل دخول 2,350,000 زائر خلال الأسبوعين الماضيين. على صعيد المغادرة أكثر من 700,000 زائر إيراني غادروا البلاد عبر منفذ زرباطي الحدودي بعد أدائهم للزيارة. على مدى 24 ساعة الماضية 110,000 زائر دخلوا المحافظة عبر منفذ زرباطي الحدودي واتجهوا إلى كربلاء المقدسة. على صعيد المغادرة أيضا أكثر من
70 الى 80 الف زائر اليوم. يعني كما تشاهدون خلفي طريق العوده ما زال يعني يشهد زخم كبير بعد اداء زياره الأربعين من قبل يعني الزائرين. على صعيد الدخول ما زال دخول الزائرين مستمر، حتى بعد الزياره سيستمر دخول الزائرين الوافدين عبر منفذ زرباطيه الذين لم تحالفهم يعني الوقت لزياره الأربعين في وقتها، سيستمرون حتى بعد الزياره وحتى موعد وفاه الرسول. المواكب الحسينية تعمل هنا من أجل خدمة الزوار، نشاهد العوائل، نشاهد الأطفال، نشاهد كبار السن، كل أبناء مدينة الكوت هنا في هذه المواكب يقومون بتقديم الخدمات للزائرين. والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي أحد خدمة المواكب الحسينية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندك موكب بهذا المكان؟ أنا بالنسبة لي أول شيء الصلاة والسلام على محمد وآل محمد، السلام على أبو عبد الله وعلى أولاد الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين. إحنا قدمنا رحنا لزيارة إن شاء الله، زرنا وندعنا لكم بالرجعة، فإحنا بيوتنا قريبة على هذا المكان الحولي اللي رابط مع بدرة، شارع طريق كوت بدرة، بيوتنا قريبة، فنأتي هنا إن شاء الله للخدمة ونحصل الزوار نأخذهم إلى البيت اللي يرتاح ويكملون. يعني اليوم أبناء مدينة الكوت أغلبهم أدوا الزيارة، بعد أدائهم للزيارة يجون هنا يقدمون الخدمات حتى لو ما عدا موكب مثل جنابة. إحنا نعتبر هاي المواكب كلها هي مواكبنا ونخدم بها، وإن شاء الله الكل واقف على قدم وساق لخدمة زوار أبا عبد الله الحسين القادمين من الخارج والذين من الداخل ايضا، وكل شخص يذهب الى زياره ابو عبد الله احنا خدامه له ان شاء الله. اليوم اهالي الكوت يعني الزوار، بعض الزوار اللي يجون من زرباطيه يجي تعبان ومنهك ويعني مرهق من بعد المسافه، سيما ان الجمهوريه الاسلاميه يعني بلد كبير، فبالتالي يعني يجي مدينه الكوت يجي تعبان احتمال ما يطلع مباشره للزياره، يحتاج الى راحه. اليوم ابناء الكوت فتحوا بيوتهم استقبلوا الزوار. نعم احنا منازلنا كلها مفتوحه في خدمه زوار ابو عبد الله الحسين، الجميع مهما تكون طائفه مالته ومهما يكون دينه ومهما يكون مذهبه، وما عندنا ان شاء الله هو الحسين للكل والجميع، وخدمه الحسين شرف لنا ولكم ان شاء الله. ونحن في هذا المقام نشكر قناتكم الموقرة وجميع القنوات التي تنقل هذه وتغطي تغطية لهذا الحدث العظيم، ونشكركم جميعا، والله سبحانه وتعالى ولي النعمة إن شاء الله. اليوم بعض الناس يعني يكون إمكانياتهم المادية ضعيفة، ممكن ما يقدر يبني موكب، شلون شفت يقدمون الخدمة؟ يعني ممكن ينظمون حركة الباصات، ممكن يوزع فقط يعني مي ويعني نعم احنا شفنا هواي إن شاء الله، هم أغنياء، في تراهم أغنياء من كثرة التعفف، يعني شوف يوزع كلينس، شوف يوزع ماء، شوف انه يقوم بالنظافه، يعني هواي من الاشخاص انا اعرفهم شخصيا، وان شاء الله هم اغنياء، ان شاء الله اغنياء باهل البيت سلام الله عليه. شوفه ما عنده امكانيه انه يقدم شيء للموكب من الناحيه الماديه، ولكن يقدم خدمه، يقوم تنظيف المكان، يقدم كلينس، هذا الكلينس البسيط هو ان شاء الله في ميزان اعمال. اليوم الزائرين الايرانيين اللي هم ضيوف ابي عبد الله الحسين وضيوف محافظه واسط وضيوف العراق، اليوم شلون شفتوا مشاعرهم؟ يعني من اجوا وشافوا الخدمه، شلون شفت رده فعلهم الايرانيين؟ يعني فرحانين سعيدين بهاي الخدمه؟ والله انا الحمد لله اللي نالني شرف انه اخذ الزوار البيت، و يعني تقريبا 3 مرات 4 حصل زوار هنا. احنا جايين نتقاتل، هاي الكلمه اقولها، نتقاتل احنا العراقيين بيناتنا، ليس القتال كما تعرفون القتال بالايد والجهة، ولكن لطلب الزوار ناخذهم لبيوتنا منازلنا، نسارع في خدمتهم، نشوفهم انه هم يعني متعجبين من هذه الخدمه، ولكن هذه الخدمه احنا بدون تعجب، احنا هذه مبدانا وهذا ان شاء الله مسيرنا وهذا نبقى الى الابد ان شاء الله. ان شاء الله موفقين كل سنه وكل عام. الله يخليك ويحفظك. نعم اعزائي مشاهدي قناه الايام الفضائيه، كما شاهدتم هذا هو لسان حال كل ابناء محافظه واسط، لسان حال كل خدام يعني المواكب الحسينيه الذين يتسابقون ويتسارعون من اجل تقديم الخدمه للزائرين، وايضا بذلوا الغالي والنفيس وكل ما يملكون من الاموال في سبيل تقديم الخدمات لهذه الاعداد المليونيه من ضيوف ابي عبد الله الحسين، خاصه ان محافظه واسط فيها منفذ زرباطي وهو واحد من اهم المنافذ الذي يستقبل اكثر عدد من الزائرين الاجانب والزائرين الايرانيين بالتحديد، يعني اكثر من 1,350,000 زائر ايراني دخلوا البلاد خلال
خلال الأسبوعين الماضيين، وهذا طبعا رقم كبير جدا وعدد مهول، ربما يعني يسبب زحامات مرورية، ربما لا تكفي الخدمة، لكن بالعكس تماما أبناء محافظة واسط أثبتوا أنهم على قدر المسؤولية، وأيضا يعني في خدمة أبا عبد الله لم يتهاونوا ولا لحظة يعني، ولم يدخروا أي جهد يعني في تقديم الخدمات لهؤلاء الأعداد الكبيرة من الزائرين. طبعا اليوم يعني إحنا كمراسلين يعني شبكة مراسلي قناة الأيام الفضائية يعني لنعبر عن مشاعرنا الخاصة، ونحن يعني خاصة أنا محمد جبار في مدينة الكوت، هذا ظهوري الأخير طبعا، ونحن يعني حزينين لمفارقة شاشة قناة الأيام ومفارقة هذه التغطية التي كانت أكثر من رائعة، يعني واكبنا المواكب الحسينية وأيضا تعايشنا مع الضيوف من الزائرين الإيرانيين، وطبعا ينتابنا مشاعر الحزن يعني تجاه مفارقة شاشتنا ومفارقة يعني المشاهدين، يعني طبعا الزيارة يوم غد. نترككم الآن وشبكة مراسلينا التي يعني صراحة أبدعت في تقديم يعني نقل نوعي، وأيضا شبكة كانت أكثر من مميزة، خاصة الزملاء في الكنترول والإدارة وإدارة البرامج جميعهم يعني عملوا بشكل خلية كاملة من أجل إنجاح هذه التغطية. الآن أترككم ووداعي طبعا إلى شاشتكم وإلى المشاهدين، وهذه اللقطات المستمرة وشبكة مراسلينا من جميع المحافظات. الأحبة احنا مكملين بتغطية الأيام الفضائية بزوار الإمام الحسين سلام الله عليه في كل مكان، واحنا بالتحديد في خلفنا سيدي ومولاي موسى بن جعفر سيدي ومولاي محمد الجواد، وتغطيتنا مستمرة للزائرين والقادمين من كل المناطق، مأجورين عظم الله لك. الله وعظم الله لنا ولكم الأجر، والسيدي ومولاي صاحب الأمر عجل الله مفرجه الشريف، الله يبارك فيكم إن شاء الله. والله زيارة الأربعين من الزيارات المهمة التي ندب إليها الشارع المقدس، فقد ورد عن المعصومين صلوات الله تعالى عليهم التأكيد على زيارة الحسين، منها في رواية الإمام الحسن العسكري عليه السلام عندما عد علامات المؤمن الخمسة، ومنها زيارة الأربعين، وأيضا ما ورد عن الإمام الصادق نقلا عن الشيخ عباس القمي أنه نعم من أتى الحسين ماشيا يعني في يوم الأربعين، مضمون الرواية كتب له 1000 حسنة ورفع ومحى الله عنه 1000 سيئة ورفعه 1000 درجة. وهذه الزيارة لها أبعاد كبيرة وعظيمة، من هذه الأبعاد يعني فيها إظهار لعظمة المقصود وهو الإمام الحسين عليه السلام، عندما يرى الناس هذه الأعداد الغفيرة الكبيرة وتنقل على الفضائيات سوف يسألون من هذا الذي يذهبون إليه بهذه الأعداد الكبيرة، فبالتالي سوف يسألون ويعرفون أنه الحسين عليه السلام، وثم يسألون على هذه الشخصية ويعرفونها، فبالتالي الذهاب إلى كربلاء في يوم الأربعين بهذه الأعداد الكبيرة فيها إظهار لعظمة المقصود وهو الإمام الحسين. فيها بعد آخر وهو إظهار المحبة والولاء لأهل البيت الذين أمر القرآن بمودتهم، حيث قال تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. بعد أيضا فيها بعد آخر وتجديد العهد والولاء والبيعة مع الإمام الحسين عليه السلام، يعني تجديد أقصد أهداف الحسين التي خرج من أجلها، الزائر عندما يخرج للحسين هو يجدد العهد مع الحسين الأهداف التي خرج من أجلها، لأن الحسين قال في يوم كربلاء ألا من ناصر ينصرنا، فاليوم هذه الجموع الغفيرة التي ذهبت لزيارة الحسين هي تجدد العهد على الأهداف التي خرج من أجلها، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأبعاد كثيرة منها. من الأبعاد اللي أقصدها اليوم أنت وأولادك إن شاء الله بأخلاقيات الإمام الحسين سائر، كيف نبقى بهذه دوامة الإمام الحسين وما ريد نطلع من يمها، لأن إحنا الإمام الحسين مو فقط محرم وصفر، لازم هو إحنا نقتدي بالإمام الحسين. نعم هناك فرق كبير بين أن نعيش الحسين كقضية ولها انعكاس على سلوكنا وعلى مواقفنا وعلى أخلاقنا وعلى عبادتنا، وبين أن نعيش الحسين موسم عاطفي ينتهي بانتهاء الشهر. لا، أن المعصومون عليهم السلام أكدوا كثيرا على أن نجعل الحسين قضية ونتفاعل معها على طول السنة، عندما يؤذن المؤذن ذكر أن الحسين قد أدى الصلاة في وقتها فعلي أن لا أؤخر الصلاة، الحسين كان في قمة الإيثار، علينا أن نستمر. الناس اليوم التي تغدق بأموالها وبوقتها وبكل شيء من أجل الحسين عليه السلام، نرجو منها أيضا بعد زيارة أن يستمرون بهذا الإيثار بهذا العطاء بهذه الأخلاق الكبيرة التي تعبي، حتى فيها نكران للذات والبذل الكبير الذي يعطى، كل هذا البذل ونكران للذات يستمر حتى ما بعد زيارة كربلاء لكي نكون حسينيين بمعنى الكلمة. سنتو ماما شنو أنت حافظ تشارك ويانا سلم على الإمام الحسين، شلون نسلم على الإمام الحسين؟ السلام على الحسين، على علي بن الحسين، على أولاد الحسين، على أولاد الحسين، على أصحاب
اصحابك؟ على اصحاب الحسين. ان شاء الله حسيني حق محمد وال محمد ماجورين. نسالكم الدعاء. شكرا لكم، الله يحفظكم. ويانا ايضا زائر، السلام عليكم ماجورين. الله يبارك، عظم الله لكم الاجر واحسن لكم العزاء بهذه المناسبه الاليمه، زيارة الإمام الحسين عليه السلام يوم رد الرؤوس. قم وجدد الحزن في العشرين من الصفر، يوم ردت الرؤوس آل الإله إلى الحفل. يعني أنا الذي رأيته في كربلاء قبل يوم، جيت من كربلاء شفت شيئا عجيب، يعني الذي رأيته لم تره عيني قط. نعم، هذا تكلم به الأعداء قبل الأصحاب وقبل الأحباب. الخدمة، الجماهير الذي زحفت الإمام الحسين، الأعداد الغفيرة. زين، وهذا كلام السيدة زينب قبل 1400 سنة تقول لزين العابدين: ما لي أراك تجود بنفسك؟ قال: عمه، وكيف لا أجود بنفسي وأرى الحسين، أبي الحسين وأخوتي مجزرين على الأضاحي على رمضاء كربلاء؟ قالت: عهد محفوظ عن رسول الله، سينصب لهذا الطف علم، سينصب على قبر أبيك الحسين. كلما اجتهد أئمة الكفر وشياع الضلالة على تقطع علوا وارتفاعا، فعلا يزداد ارتفاعا وعلوا. يعني العام يقولون العتبة 21، اليوم مش قد ما نعرف بعدهم، ما معصي إن شاء الله تعبر. هذا رقم تقديري وليس فعلي، الأعداد فاقت. أحسنت، فاقت، والخدمة فاقت. يعني أن الله سبحانه وتعالى يعرف أن الحسين قد دفن بالعراق، ما دفن بغيره. لماذا لم يذهب إلى يمن للشام؟ يعني أنه هالخدمة مو أي بلد يستقبلها، مع المجاعة مع العوز ويصرفون العراق. ساحة كربلاء هاي الصغيرة تضج بهذه الزائرين، هذه بعد هذا توفيق إلهي، بعد ما نعرف هي تتوسع. أرض قد زارها الأنبياء، وقد أرادها الله، رأتها ترعة هاي كربلاء، ترعة من ترع الجنة. فكلما زاد العدد زادت كربلاء أشبارا. صلى الله يوفقكم، خدكم إن شاء الله، وأنتم هاي الخدمة الغطية الإعلامية مأجورين عليها متفضلين. الله يجعل للجميع ان شاء الله ببركات الامام الحسين سلام الله عليه. شكرا لكم. اكيد احنا مستمرين بتغطيتنا من جوار سيدي مولاي موسى بن جعفر لنقل الصوره ووضع الزائرين، البعض اللي قاصد اللي اتي من كربلاء، والبعض اللي متوكل ان شاء الله الى كربلاء، البعض اللي ايضا. عليكم السلام، يا هلا يا مولاي، ماجوره ان شاء الله. الله يسلمك، الله يحفظك، الله يخليك صدق العين. زرت الامام الحسين؟ اي زرت، وجينا على الامام الكاظم. وانت من يا منطقه؟ انا من منطقه القاهره، حي القاهره. اي رحتي بغداد؟ كربلاء وبعدين رجعت الامام الكاظم. انا وهاي بنت ابني وياي وابن ذاك، ودعيت من رب العالمين البارحه. قلت يا رب العالمين ويا ملائكه الله الصالحين، ما اقول الحسين احفظ زوارك، اقول يا الله احفظ زوار الحسين، الخاطر الحسين، اذا انت تحب الحسين من صغير، من جاينا من اي بلد ومن العراقيين، احفظهم كلهم صغار كبار، وهاي الخاطر الحسين، الحب الحسين. وصحيح والله اشوفها ما شاء الله، ما شاء الله، يحفظكم انتو ويحفظ العراقيين كلهم. صار لك موقف ويا الامام الحسين طاش مرادي؟ اي طان مرادي، والله العظيم كل شيء اطلب منه يعطيني. بالمنام يجوني. شلون؟ والله سوي فيلي. اجاني النبي محمد بالحلم، وجاني الامام الكاظم، واجاني صاحب الزمان، حتى اعطاني ورقه خلاها يم رجلي، قال لي من اطلع اخذك وياي. ما شاء الله. وحقابه الامام، قال لي من اطلع اخذك وياي، وهذا تليفوني. شو مسوي لاهل البيت؟ شو مقدمه المقدمه؟ ها قلبه طيب، بس قلبه طيب. ووفاة الكاظم 4 مرات 5 اجي يومية على رجلي، عندي يعني قوة كاملة. ان شاء الله نسأل الله الثبات. علي. ان شاء الله، ان شاء الله تكونين مع الإمام. ست نوري؟ اي نعم. الشر ربي. الله يحفظك. فدوى القلب. الله يخليك. الشر راح نشوفها. احنا هسه مباشرة على ايام الفضائية وموجودة على اليوتيوب على اي واي ام، وان شاء الله نطش التفاصيل. انتظرين. ان شاء الله هسه طالعين بث. ان شاء الله. السلام عليكم. السلام. الله يحفظكم. تفضل تفضل، تكلم فارسي. فارسي؟ اي تكلم تعزية الإمام صاحب الزمان. تعزية بقت. تفضل. يا تولدت تولدت. تسليات بقت. السلام عليكم. السلام عليكم. أيام التسليات عرض ميكونم أيام 40 حسينيت بهام ميجي فارسي زبونو عام الشيا تسليات عرض ميكونم.
ان شاء الله که هم میگی هر چی از ائمه میخوان به خواستاق و برسن ان شاء الله فرج آقا امام زمان صورت بگیره و صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد، اللهم ثبتنا على ولاية محمد وآل بيت محمد. اكيد احنا مستمرين بتغطيتنا المباشرة. هلا ماما، شو تسلمي؟ قولي شو تريدي؟ السلام على الإمام الحسين. السلام على الإمام الحسين، عاشت ايدك حبيبتي في الدول. السلام عليكم. ما فارسي بي عربي بي فارسي. راجبي شي تعزية صاحب الزمان، مواساة صاحب الزمان، راجب صاحب الزمان. السلام والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا صاحب الزمان، صاحب عصر و زمان. درود و سلام خدمت بینندگان عزیز. تسلیت عرض میکنیم اربعین حسینی رو در کنار مسجد شریف آقا موسی بن جعفر و جواد الائمه علیه الله و تحیت و سنا انشاءالله توفیق بشه. زیارت ائمه معصومین نصیب همه شیعیان و مسلمین جهان به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل بيت محمد. مأجورين، دوستون بالسلامة، مع السلامة، تشكرات، خيلي ممنون. أكيد مستمرين. السلام عليكم. السلام عليكم يا أبا. مأجورين إن شاء الله وين ما تكونون. تفضل يا أبا. السلام عليكم. السلام عليكم. إن شاء الله مأجورين جميعا. اللي أنا واقفة هسه وأغلب يمكن الزوار البعض منهم ما يفهم اللغة، بس نحاول نتكلم وياهم حتى لو كلمات. السلام عليكم. من افغانستان؟ افغانستان. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. من وين؟ من دهواز. تعالي هنا، تعالي هنا، تعالي هنا. يا اهلا باخواننا. اهلا بكم. مشيتوا؟ اي والله. من مشيتوا؟ جينا من النجف. اي. كم يوم؟ يومين مشينا. شلون شفت الخدمه؟ شلون شفت؟ رحمه الله، يديهم العافيه العراقيين، ما قصروا. الحمد لله. اي. ان شاء الله تجون بعد؟ ان شاء الله كل سنه نجي. ان شاء الله. ان شاء الله يديكم العافيه. الله يخليك. عليكم السلام. شلون زين؟ تعبان؟ وعدنا لا بالخدمه، احنا ثوب الحسين ابو عبد الله، احنا ما عندنا تعب، كله للحسين. جينا من نجف، رحنا الكربلاء، وهسين الكاظمين. ورايحين لحنا الاهواز، واحنا بخدمتكم، متشكرين من العراقيه خدمتهم، وايد ممنون. اعطاك الامام الحسين؟ والله اعطانا صحة وسلامة وديننا كله ومذهبنا احنا كله للحسين ابو عبد الله. ايوه بالخدمة. الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تعبان؟ لا والله ما تعبان. ان شاء الله. وايد ممنون. الله يحفظكم. شلون شفت الخدمة بالنجف الاشرف؟ ما انه انتم مشيتوا من النجف الى كربلاء. والله الشيء شفناه ما حد يشوفه. يعني يديهم العافية، بيض عيونهم. شلون توصل؟ شو اقول لك؟ ما توصل. يعني يديهم العافية. ما قصروا وياكم؟ لا وايد ممنون، يعني الحمد لله وشكرا. الله يديمها ان شاء الله ويديم يديم الخدمه. السلام عليكم. يا هلا. السلام عليكم. على الكاميرا. السلام عليكم. خوب اسالي عندي سؤال انا جاوب. اي جاوب. انا دا اسالك على الزياره، زرت الامام الحسين ماجورين وايد كان حلو، هم الامام الحسين هم ابو الفضل العباس، وايد ازدحام كان بس حلو الحمد لله والشكر، تعدت بخير. شلون شفت الخدمه؟ وايد وايد حلو السنه واقعا. هالقطي كان الزهام بس اهل الاياق وايد تعبوا. ان شاء الله يجون المشهد. الحسين ما يتعب. ايه ان شاء الله يجون المشهد واحنا بنخدمهم. كان عندكم مصاب سيدي ومولاي موسى بن الرضا، علي بن موسى الرضا، واستشهاده بايام صادفه. ان شاء الله نوبتهم تجون احنا نخدمكم. ان شاء الله. ان شاء الله احنا اخوان، الله يحفظكم. شو يريد يحكي؟ انا لا انا وايد ممنون. تفضلي. انا معي خانوم. تفضلي. شكرا لكم، الله يحفظكم. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا. ماجورين ان شاء الله. الله يوديك. الله يحفظكم. الله يسلمك. انتم شايلين اكيد الشهيد ابو مهدي المهندس صورته. شنو لكم ابو مهدي؟ انا داوم بالحشد. خدام الزوار. ننقل بالزوار. قدموا اول حشد خدمه. احنا خدام. خدام للزوار، نخدم صارنا من قبل الزياره ولهسه. ننقل بالزوار. زوار الايرانيين، الاجانب، كل الزوار. وين تنقلون؟ وين تودون؟ كربلاء، نجف، للحدود. حسب طلب الزائر وين يريد؟ طبعا طبعا طبعا. هديته زيارة صح؟ طبعا. هديته زيارة لأبو مهدي؟ طبعا، هو قائدنا بعد. أبو مهدي. وعايش ويانا. طبعا.
قدوة، أبو مهدي قدوة للشعب كله، للعالم كله أجمع، وإحنا بخدمة الزوار. أنتم ماشيين على نهج أبو مهدي المهندس. طبعاً شيء أكيد. نبتهج صفاته، كل شيء هو يعني قدمه للشعب مو قليل ترى. هو كان خادم للإمام. طبعاً. له مكانه كلش عظيمة. الله يحفظكم ووفقكم بحق محمد وآل بيت محمد. أكيد أحبتي المشاهدين، خلينا ننتقل إلى مكان آخر مع الزميل كاظم، الزميل منتظر في كربلاء المقدسة. الأيام الفضائية رجعنا لكم مرة أخرى بتغطيتنا الإعلامية من كربلاء المقدسة، بين هذا الكم الهائل ألا هو زوار الإمام الحسين عليه السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عظم الله لكم الأجر. عظم الله لنا ولكم الأجر، الله يرحم والديه. شلون شفتوا زيارة الأربعين؟ شلون شفتوا هذا الكم الهائل كربلاء المقدسة المتوجهين إلى مرقد سيد ومولاي أبو عبد الله الحسين؟ والله نعزي صاحب العصر والزمان بهذا بأربعينية الإمام الحسين، والله خدمة المواكب. خدمة لا تضاهى. يوم من وينكم حضرتكم؟ احنا والله منها من كربلاء، من كربلاء من عين القمر. الله يعزك يا حمال. شلون شفتوا الزيارة بكربلاء؟ الزيارة راقية، نظام راقي، ترتيب راقي، الحمد لله كله تمام، خدمة. شلون شفت الخدمات؟ المي، النقل، الكهرباء نعمة، حتى مي متوفر، كل الخدمات متوفرة. نعمة من الكريم، الله يرحم والديه. انه هذا سوري، شلون كربلاء استوعبت هذا الكم الهائل؟ تصل الزيارة من 20 إلى 22 مليون زائر هذه السنة. والله بفضل جهود الكربلائيين ومحافظة كربلاء والناس اللي متطوعة من هاي الأهالي، أهالي كربلاء طبعاً فاتحة أبوابها، فاتحة قلوبها، بيوتها، مسخرين كل ما يمتلكون للزوار من كل المحافظات، من كل البلدان. نعمة كريمة. شلون اليوم شنو شعوركم عند يعني انتهاء الزيارة آخر يوم؟ وإحنا اليوم إنه قربنا على انتهاء الزيارة، ما بقى إلا اليوم وباكر، شنو الإحساس اللي تحسوه بعد ما تفرخ كربلاء من الزيارة؟ والله شلون نقول خانقتنا العبرة أمانة الله، يعني ما بدكم أي الله شاهد ما بدك تخلص هاي الخدمة، فشيء مفرح، ورغم إنه إن شاء الله تحزن وإحياء ذكرى، بس هو نحس بيها خنقة عبرة إنه راح تخلص هاي الأيام. تحس انه من الدخل انه زائر انه فرحه كبيره انه ابدا بيتك. الله شاهد كانك محصل لك على جائزه. الحمد لله. الله يرحم والديك. الله يعزك. هنيئا. نحمد الله على هاي الخدمه، نسال الله ان يعود عليكم وعلى الكربلائيين وعلى الله كل اهل الشيعة. الله يعزك. الله يبارك. يلا تفضل سيدنا، تفضل اخويا، اهلا وسهلا بكم، الله يحفظكم، السلام عليكم. تفضل هنا انا مولاي، عوفها بيدك، عوفها، اهلا وسهلا بك، السلام عليكم. السلام. عظم الله لكم الاجر. اجورنا واجوركم على الزهراء. الله يبارك فيكم. من وين حضرتك؟ مو بالعراق الحبيب. انا من سوريا. على راسي. ومقيم هنا بالعراق. اهلا وسهلا، كل الهلا بيك انت والشعب السوري كله. الله يبارك فيك. شلون شفت زيارة الأربعين؟ سولف لي عليها، شلون شفت ليها؟ يعني تحس حالك بالجنة. الحمد لله. والله يعني اهل العراق. شنو شعورك وانت حاضر بهذه الزيارة؟ يعني يمكن هواي انه من الاخوه السوريين ما قدروا ممكن انه يحضرون هذه الايام. انا شخص انت اليوم جد حضرتها. اي والله انا شخص متكلم عاده، يعني انا انطي محاضرات بالجامعه وبالمعاهد. نعم. ولكن عند هذا الموقف اعجز، ما اعرف شنو احشي. يعني شلون شفت كرم العراقيين؟ كرم العراقيين لا يوصف، هو الامام عليه السلام من اختار العراق، عرفان انه الحدا الوحيد اللي راح يحيي ذكره ان اهل العراق. طيب اكثر شيء يعني تحس روحك انه سعيد وانت انه يمكن حضرت بهذه الايام؟ طبعا الحمد لله، الحمد لله اني انا يعني من خدام الحسين ومن زوار الحسين عليه السلام، والله يديم هاي النعمه علينا ويديمها على يعني جميع المسلمين ان شاء الله. شكرا للعراق الحبيب، والله يقويه اكثر ويرزقه اكثر مشان تبقى هاي المجالس الحسينيه. الله يحفظكم. الله يبارك. ربي يوفقكم ان شاء الله. سوريا والعراق ان شاء الله. الله يحفظكم. اهلا وسهلا بك، الله يحفظك. السلام عليكم سيدنا. السلام ورحمه الله وجوركم وجوركم. نعزي صاحب العصر والزمان. تفضل هنا. نعزي صاحب العصر والزمان في مصاب الإمام الحسين وأخيه أبو الفضل العباس وسيدتي ومولاتي زينب الكبرى، ونشكر قناتكم الطيبة الذي هي تواسي عزاء كربلاء في كل ناحية. من وين حضرتك سيدنا؟ في كربلاء، أنا من كربلاء. شلون شفت الزيارة أنه في كربلاء سيدنا؟ والله الزيارة نحن خدمة خدام لزوار الإمام الحسين، هذا اسم موكبنا. ونحن في كربلاء وكل المحافظات اللي شاركت هي بالنسبة لي تحيي شعار زيارة الأربعينية للإمام الحسين خدمة وطعام
ومنام وكل التواصل راحية. شلون شفت لي انه هذه السنه الزياره اعدادها اكثر من السنه السابقه وانت اهل كربلاء يعني هذا قدام عينكم؟ نعم اكثر هاي السنه. نعم. زياره مليونيه اكثر من كل سنه هاي الزياره الذي يتوافد للامام الحسين في كل انحاء العالم مو فقط بس العراق. سولف لي شنو اللي قدمتوه بهاي الزياره للزوار؟ والله احنا بالنسبه اللي قدمنا منام واكل غدا وريوق وعشاء. الغداء نسوي بالنسبه لنا مفطح، العشاء كباب، الريوق جبن وبيض وحليب وخبز. نشكر ذاعتكم الطيبه. سيد اليوم نعتذر الصوت عالي، سيدنا اليوم نسولف لي شنو شعوركم عند اخر يوم زياره الأربعين اهل كربلاء؟ والله احنا بالنسبه لنا احنا حزنانين، شعورنا وده السنبج. يعني هاي زياره كربلاء اللي نتمناها في كل لحظة، الله وأمان الله نتمناها في كل لحظة، نخدم زوار الأبا عبد الله بهذه هي. أنا يعني ما أقدر أش هنيئا لك شعب لك ما هنيئا لك شخص أنه ما قدر أنه يجي اللي أنه منع المرض المريض اللي أنه بعيد اللي متغرب رسالتك إلى من كربلاء. والله بالنسبة أن ندعي كل مريض بحق مريض كربلاء يشافي كل مريض، وكل خطوه خطيناها اللي ما اجى وزار مدينه كربلاء والامام الحسين واخيه الفضل العباس، وبحق امير المؤمنين وسيدتي ومولاتي زينب ان تشافي كل مريض وتحل كل واحد اللي هو يكون يزور كربلاء في كل أربعينية. هذه السنة الزيارة يعني حتى انه المسيح الصابة يعني ماكو يبعد عنا يمكن 10 أمتار انه موكب مسيحي، شفنا انه السنة المسيح الصابة الأزيدية كلها جت تخدم في هذا اليوم. استاذنا العزيز بالنسبة للإمام الحسين إمام الكل فقط مو للشيعة، هو بالأحرار خير دليل. هو بالأحرار وهذا الدليل الصائبي والمسيحي والسني كل الطوائف اجت وكل الدول هي هنا هسه في كربلاء. هذا احنا بالنسبة لنا نشكر الله ونحمده على هذه الرحمة، نعتبرها رحمة احنا. قبل ما نلتقي انه بحضرتك كان انه مار منان انه موكب يعني من جنوب افريقيا، شوف كم قارة انه عابرها ووصل انه الكربلاء. هنيئا له هذا، هنيئا له، هنيئا له. هذا اللي هو يوصل ابا عبد الله هنيئا له بهذا اليوم. ونتمنى احنا من كل اخواننا وكل الدول وكل جوارنا ان يزورون الأربعينية ويشوفون شنو هالرحمية. هاي رحمية زيارة مليونية، شوف هي بقعة لكربلاء تاخذ لها 20 او فوق 30 25 مليون تحميها هاي البقعة مال كربلاء. يعني نشوف يمكن هذا انه معجزة، يعني اليوم شنو هذا العدد والكم الهائل اللي انه كل سنة تتكرر هذه المعجزة. معجزة هاي بأمر الله، بالإضافة إلى انه أعداد انه السكان اللي انه موجودين من أهالي كربلاء فوقها تضيف انه هذا الكم ال 20 مليون إلى أكثر من هذا العدد. أكثر من 20 مليون. أكثر من 20 أكثر من 20 يوم، لأن هي ببركة أبا عبد الله وفضل العباس. نعم. من رب العالمين، هذا الأرض تحوي هذه الزوار كرامة واحتراما للإمام الحسين. دائما نشوف انه اهل كربلاء عندما يشوفون انه اهل المواكب يعزلون مواكبهم ويرتحلون ثاني يوم تحس كربلاء مملئه بالكآبه. احنا بالمناسبه ما نحل موكبنا الا يوم 22، نبقى للزوار ليوم 22 انه هم عرب واجانب ورا يوم 20 تبقى زوار هنا، وان شاء الله كل كربلاء وكل المحافظات وكل الطيبين مثلك هم يخدمون الزوار، مو فقط اهل كربلاء ومو فقط موكبنا، كل المواكب. اليوم هدفنا نوصل رساله اعلاميه صحيحه عن هذه المدينه، عن مدينه كربلاء المقدسه، عن هذا الاحياء، هذه الايام المباركه. والله هذه الاحياء والايام المباركه كربلاء تفتخر بزوارها، كربلاء تفتخر بالناس اللي تطبها، كربلاء ان شاء الله وكل انحاء العالم هي في كربلاء. ونشكر الله. نحن اهل العراق وكافة نقول نحن عشيرة تحت راية الامام الحسين، هاي كلها تحت راية الامام الحسين. واحنا نسأل الله يحفظكم يعطيك الصحة والعافية، لان هذا بالنسبة لك هذا التقديم انت جاي بالنسبة لك تشد عزم العالم، وان شاء الله يشوفك. هدفنا نوصل رسالة صحيحة. والله رسالة صحيحة. وبالنسبة لأرض كربلاء تحتوي من 30 مليون إلى 25 مليون. كل
ولو تبقى الزيارة أنا متأكد لو شهر ولو تبقى الزيارة مو شهر، لو تبقى الزيارة بعد شهرين إحنا منملها، إحنا نكيف يعني هسا إحنا نحزن يعني من تروح الزوار إحنا نحزن يعني فتشي يعني بشكل. شوف إحنا العبرة إنه خانقتك إنه من يعني ما انا اقول لك ما انا اقول لك يعني هذا الزائر يعني مو يعني احنا من نشوف الزائر احنا نرتاح احنا يعني نرتاح الزائر احنا نرتاح احنا نرتاح الله يسلمك حبيبي بعد قلبي مشكور شكرا لك سيد اركان الميالي من اهالي كربلاء اهلا وسهلا سيدنا اليوم انه حبيت مشاهدي ومتابعي قناه الايام الفضائيه نشوف انه المواكب الحسينيه الهيئات الحسينيه كل المواكب الحسينيه استنفرت كل جهودها من اجل انه يقدمون شيء جميل انه لزائر الامام الحسين، اكيد ما ننسى انه كل تغطيه شكرنا الخاص الى العتبات المقدسه، شكر خاص الى كل الجهاز الامنيه والجهاز الاستخباراتي الامني، وشكر خاص الى وزاره الدفاع والداخليه والحشد الشعبي، كل من ساهم في امان وتامين زياره اربعينيه الامام الحسين عليه السلام، شكر خاص الى الفرق المسانده من كل محافظات العراق الى كربلاء المقدسه، شكرنا الخاص اكيد الى الدوائر الخدميه والدوائر الصحيه والدوائر المسانده التي تعنت عناء السفر من كل محافظاتهم الى كربلاء المقدسه لمسانده ومؤازره الامام الحسين عليه السلام ولاحياء هذه الذكرى الا وهي ذكرى اربعينيه الامام الحسين عليه السلام واكيد ما ننسى اخواننا المتطوعين من كل الفرق التطوعيه المشاركه في هذه الزياره المليونيه واكيد باقين على تغطيتنا الاعلاميه وتاديه رسالتنا الاعلاميه الصحيحه من اجل نوصل رساله صحيحه الى كل بقاع العالم انه حب الامام الحسين يجمعنا، الامام الحسين درس للوفاء، للقيم، للاخلاق، للكرم، وان شاء الله انه عزوبيه العراقيين ما تنوصف. باقين وياكم تغطيتنا الاعلاميه، فاصل وراجعينكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مشاهدينا هذه هي الشلامشة البصرة وهي تستقبل الزوار بالآلاف وتودعهم أيضا بالآلاف استقبلتهم بالأحضان وبأهلا وسهلا ومرحبا بالأخوة والأشقاء وأبناء جلدتنا من ديانتنا الإسلامية واليوم أيضا نودعهم بعد أن قام أهل العراق بخدمتهم على أحسن صورة إنه الكرم العراقي وأظهرت العشائر وأبناء العراق وأنصار الإمام الحسين وشيعته ومحبيه كرم الضيافة لضيوف وزوار الإمام الحسين عليه السلام خلال هذه الأيام نحن كقناة الأيام الفضائية بخدمتكم وتابعنا هذه الزيارة منذ اللحظة الأولى ومنذ الدقائق الأولى ومستمرون معكم حتى آخر أيام الزيارة بخدمتكم دائما معي أحد الزائرين من جمهورية إيران الإسلامية الذين أدوا الزيارة ويتكلم معي عن مشاعره تجاه هذه الزيارة أجركم على بعد الله ان شاء الله مأجورين سيدنا عزيزي عظم الله لكم عظم الاجر عظم الله لك الاجر بسم الله الرحمن الرحيم كيف رايتم الزياره بل. وكيف رايتم خدمه هذا الشعب خلال هاي الايام المصاربه وغدا ونحن على اعتاب اربعين الامام الحسين الزيارة مملوءة بالمعنويات يعني يقل البيان ويكل اللسان عن وصف هذه المعنويات التي شاهدناها طيلة الطريق من النجف الأشرف إلى كربلاء المقدسة والخدمات المتوفرة من الناس الطيبين محبين محمد وآل محمد يعني كل شعب العراقي أطفالهم شبابهم شيبتهم نسائهم الأبواب مفتوحة ما حسينا بغرب في بلد العراق كأنما في بلدنا إيران نمشي وجاعدين نزور هنا ونشكر يعني الشعب العراقي شكر الجزيل على هذا الاستقبال وعلى هذه الخدمات اللي وفرتها للزوار وبالواقع يعني ماكو اي شيء يعني اللي يتعب الانسان بهالطيلة السفر الله يسلمك انتم الان تودعون ابا عبد الله ماذا تقول لابا عبد الله هل سنلتقي في السنه القادمه
إن شاء الله نلتقي بعون الله إذا نجدد العهد مع أبي عبد الله الحسين. وأشوف يعني جئنا بقلوب حزينة ودموع جارية، ودعنا أبا عبد الله الحسين سلام الله عليه في هذا اليوم، يعني ولا جعله الله آخر العهد إن شاء الله، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. وإن شاء الله نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في الأعوام الآتية إن شاء الله لزيارة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه وأصحابه وأخيه أبي الفضل العباس وتأدية مراسم الأربعين إن شاء الله تعالى. من أي مكان حضرتكم؟ أنا من بلد شيبان. من شيبان؟ يعني ضواحي الأهواز. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله، سلمكم الله. ناخذ أيضا السيد ويا السلام عليكم السيد. وعليكم ورحمة الله. عظم الله لك الأجر، عظم الله أجورك. ترى هذه الزيارة وأهميتها بالنسبة لتوحيد الشعوب؟ هناك مقولة لسيد الخمنائي قبل 50 سنة يقول فيها: العالم الشيعي أو الإسلام الشيعي يحتاجون إلى حدث عالمي يجمعهم. هل هنالك حدث عالمي يجمعنا أكثر من هذا الحدث؟ والله بالضبط، هو هذا، هو فعلا هو الحدث العالمي الذي سجل في هذه الفترة، وسجله العراقيون بهذه الوقوف، بهذه الوقفة الجيدة. والله سجل العراقيون رقم لم يسجله أحد من قبل ولم يسجل من بعد. هذا الرقم الهائل المليوني، يقال تجاوز 30 مليون، 30 مليون زائر من أنحاء العالم، كلهم اجتمعوا في بلد واحد، في بلد شقيق، في بلد مسالم، في بلد حبيب. ولكن نرى كل هذا الجمهور، كل هذا العدد الهائل، لا أحد يعاني من أي نقصان في الجوع مثلا أو الشراب أو الأكل. شكر جزيل. والله العراقيون يعني يبذلون ما لديهم، ويبذلون ما لم يكن في وسعهم بل أوسع مما يملكون، يعني بذلوا كل الذي يعني يستطيع كل إنسان يبذله. سيدنا المواطن الآن والزائر يجي من جمهورية إيران الإسلامية كان يعتقد أنه هناك تكلفة كبيرة مادية في الزيارة. أي والله. ولكن عندما يدخل تتغير هذه النظرية. كل ما نتكلم مع أهل المواكب العراقية يقولون: سيد دعنا من هذا الكلام، فإنا جربنا الحسين بمرات ورأينا ما رأينا. يعني من تحاج هذا صاحب الموكب العراقي يعني يقول لك: سيد انا شفت معاجز بهذا الطريق، الحمد لله كل شيء اللي املكنا، كل شيء اللي املكنا راح انا اطيل الحسين سلام الله عليه. قسموا لقمتهم. اي والله، لا لا، كل لقمتهم، كل لقمتهم قدموها لنا، هم بقوا بدون طعام. والله العظيم ما قصروا اهل. بس هذا هو زاد ابا عبد الله. اي والله، هذا والله هذا الكرم، كرم من كرم الحسين، كرم الحسين سلام الله. الحسين جاد بدمه. فماذا جاد العراقيون؟ جادوا ايضا بدمه. ما قصروا العراقيون، ما قصروا ولا ذره، الله بل فضلوا على كل العالم. الله يعطيكم العافيه، نشكر العراقيين جميعا. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، شكرا. سلام. شكرا سيدي، شكرا سيدي. ولي بفرمه بفرمه از مردم عراق خیلی تشکر میکنم. اشكر الشعب العراقي، مالم و جانن در خدمت زوار بودن. و شباب انشالله الذين خدموا الزوار. انشالله امام حسین خودش پشتیبان ملت عراق باشه. انشالله امام حسین يحفظهم جميعا. روز به روز به مرتبه بالاتری برسن. واقعا من ازشون تشکر میکنم. يحفظون مراتب عليا و خیلی پیشرفت کنم. من خیلی خوشحال شدم. دوست ما بین دو ملت. دو ملت. من اولین باری بود که عراق می اومدم، ولی واقعا لذت بردم از مهمان نوازی، از مهمان پروریشون، از فداکاریشون. حسب لذت الضیافه و لذت الزیاره مع شعب العراقی الصدیق. شبان روز وقتشون گذاشته بودن. لیلا و نهارا ادعو لهم. از پولشون گذشت کرده بودن، همه رقم اما پذیرایی کردن. يقول بذلوا كل ما يملكون من اجل خدمه الزائر. من واقعا ازشون تشکر میکنم. انا اتشکر منهم جزيلا. ان شاء الله که همیشه خودمان پشت پناهشون باشه. ان شاء الله كلنا نتجه ونتوحد بهذا الطريق، طريق الإمام الحسين عليه السلام. إن شاء الله. إن شاء شكرا الله. جزيلا. مشاهدينا، على مدى الأيام الماضية خدمناكم ونقلنا لكم كل ما يجري في هذه الأماكن. التقينا بالمواطنين، بالزوار، بالقادمين، بالذاهبين، تحسسنا مشاعرهم، تحسسنا ما يختلج صدورهم من مشاعر تجاه أهل العراق
وكرمهم. دعاؤنا للشهداء بالرحمة والمغفرة، دعاؤنا يعني مرضانا أيضا بالشفاء، دعاؤنا لأصحاب المواكب وشكرنا الجزيل لما بذلوه، دعاؤنا بسلامة صاحب الأمر والزمان، وأيضا مرجعنا المفدى الإمام السيستاني حفظه الله ورعاه. دعاؤنا للعراقيين جميعا بأن يحفظكم ويحفظ مراجعنا وعلماءنا ويحفظ شبابنا والعراق. كنا وإياكم وقناة الأيام الفضائية على هذا المدى، مدى هذه الأيام الماضية، ونحن بخدمة زوار 40 الإمام الحسين. أستودعكم الله وأتمنى منكم براءة الذمة. أستودعكم الله لأننا ربما قصرنا في نقل بعض الزوايا من أخوتنا اللي موجودين في داخل المنفذ، وربما لم يسعفنا الحظ في خدمة الزوار، ولكن نقول هذا طريق الحسين وهذا طريق أهل البيت. نتمنى أن نكون قد وفقنا بخدمتكم، قد وفقنا بإيصال الرسالة إلى جميع العراقيين وإلى جميع المشاهدين في العالم. من البصرة، من الشلامشة، كان معكم خادمكم كاظم الحاوي. إلى اللقاء، ونلتقي وإياكم وخدمة الحسين وطريق الحسين إن شاء الله. لبيك يا حسين. تقرأ هنا بالمجلس؟ إيه. زين، إيش راح تسمعنا هسا؟ أحلى قصيدة تحبها؟ مجانين. يلا. مجانين 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 مجانين، ملايين بالله خلينا، ملايين بالله خلينا، عشقنا مو عشق عبر، عشق ما صاير وداير، على السحقه بالحفر قلوبنا معاشروبين، قلوبنا معاشروبين، رفعنا بكل شي برايا لا طموي دمع وقرايا لابو السجاد، مشايا طريق الحب يود إن طريق الحب يودينا، مجانينا مجانينا، ملايين بالله خلينا، عشقنا مو عشق عبر، عشق ما صاير وداير، على سحقه بالحفر قلوبنا معاشروبي، قلوبنا معاشروبي، رفعنا بكل شي برايا لا طموي دمع وقرايا لابو السجاد، مشايا طريق الحب يودي. احسنت مودي، يومي هم تخدم بالموكب؟ شو تسوي بالموكب خدمه؟ اشيل معين، اغسل قلاصات ما تشاهي تعز. كيف هاي الخدمه؟ زين حمودي، اليوم اخر يوم مو باكر، شلون هم تنقهر على الزوار؟ راح تتذكر الزوار؟ صادق الزوار بقد عمرك؟ يجون مين مصادق؟ مين يا ايران؟ من باقي المحافظات؟ ولد اصدقائك صاروا؟ لا، عراقيين مو ايران. عراقيين؟ من يا محافظه؟ من النجف، من الناصيه، من يعني كل دولة يجون صادقهم. ايه. تسلم لي حبيبي حمود، عاشت ايدك، رحم الله والديك. بعد اريد واحد يسولف وياي. السلام عليكم، شلونك حبيبي؟ قواك الله. تركيز على انتفاضة 77، انتفاضة الصفر وانتفاضة الشعبانية. احنا لا، احنا ترى وقت قليل. المشاية شلون كانت؟ والان شلون صارت؟ بعد وقت قليل. فلينتهي بعد الختام، فاريدك تسولف لي الشيء اللي استفادينا من هذه المسيره. عندنا ابطال كثيرا ضحوا مثل ما تفضلت قبل قليل، عندنا انتفاضه شعبانيه وانتفاضه 77، الكثير من الابطال استفادوا من النهضه الحسينيه وخلوها نبراس لهم ودستور حياتهم، ولولا هذه الدماء الزاكيه لما بقى هذا الطريق. حدثنا عن هذا الشيء. احسنت. انا طبعا بسم الله الرحمن الرحيم اتحدث معاكم، والحمد لله والشكر، انا حتى في زمن النظام كنت امشي هذا الطريق في اصعب الظروف، والباحثين كانوا يلاحقونا والاجهزه الامنيه تلاحقنا، ولكن احنا هذا الطريق كنا نمشي. يعني الان نشوف المواكب يعني متجاوره لبعضها، احنا بهذاك الوقت كنا ممكن نمشي 15 كيلومتر حتى ممكن نحصل لنا فرد حب بصحراء، نحصل لنا فرد. ذكرتني بالحب، اتذكر بزمن الهدام كانوا الابطال اصحاب المواكب بيحطون بهن ثلج على الطريق،
والصبح تجي المفارز البحثية تكسر الحبوب. صحيح بالضبط، هذا ما كانوا يقومون به الأجهزة القمعية والأجهزة الصادمية والبحثيين. وأنا أروي لك يعني حادثة شاهدتها بأم عيني. أنا من بعد ما مشيت حوالي 15 كيلو كنت عطشان، ووصلت الفرد شادر أو خيمة بنص الصحراء، فرد رجل بدوي مخلي حب وشوية شاي. أنا ومجموعة من النساء كانوا واقفين، وإذا بالبحثيين يوصلون بسيارة لاند كروز، وجوا للشاب قالوا جاي يسوي هنا؟ قال لهم انا هنا، هذول خطية الناس كبار بالسن، نعطيهم شويه ميه. قال له نص ساعه نروح ونرجع، نفلشها على راسه كذا لقيناك هنا. فالان احنا نريد نقارن ما بين الامس وما بين اليوم. على الان المتلقي لازم ان يعرف ان هذه المسيره وهذه المشايه وهذه المليونيه اليوم ما كانت لولا دماء الشهداء، الشهداء والدماء اللي سالت عام 77 في انتفاضه الصفر، وايضا الشهداء والدماء اللي قدمت في الانتفاضه الشعبانيه على طريق الحسين، لان كانت هذه الثورات كلها امتداد للثوره تبع عبد الله الحسين، ثورة المظلوم على الظالم. فلذلك علينا أن نحافظ ونحافظ على هذه المسيرة اللي قدمنا دماء من أجلها. وأيضا إذا تسمح لي ثواني، وأيضا في نفس الوقت أن هذه المسيرة فيها رسالة نثبت بها على أن إحنا الشيعة متماسكين، وأن الحسين هو عالمي أصبح الآن، وكربلاء عالمية. نعم، أين في أي دولة تقدر تجمع 24 مليون؟ محمد أنت الوقت القصير، وأحسنت، أجزلت وأجملت، أحسنت، شكرا جزيلا. أسلام حجي قواك الله عمي، شلون الصحة؟ من جاي حجي؟ من كركوك. نعم، السلام عليكم. كركوك الصمود، كركوك الوحدة، كركوك العراق المصغر. إن شاء الله تمام. والله الحمد لله زينين، كل زينين الحمد لله. شعرك أنت ابن كركوك وجاي لحسين، سولف لي. الله يسلمك ورحمة الله. والله الحمد لله. مشاعر؟ مشاعري والله تعبان. شلون أسولف؟ سولف لي حبك للحسين، هيامك للحسين، عشق الحسين. رحمة الله والديك. مناسبة ربعانية الإمام الحسين عليه السلام، نعزي الأمة الإسلامية وعلى رأسهم مراجعنا العظام والمؤمنين الكرام بهذه المناسبة الأليمة على قلوبنا وعلى جميع شيعة أمير المؤمنين. أسأل الله أن يوفقك وأحس بك شوية تعب ترتاح حتى تواصل المسير إلى أبي الضيم. ممنون عندك، توصل بسلام إن شاء الله. خلتناك الدعاء والزيارة، شكرا جزيلا. ممنونين. مشاهدي الكرام، طاهش قد بقى لي من الوقت حتى أعرف، لأن عندي ختام هذا اليوم يقل 3 دقائق 4 دقائق، ما يخالف. مشاهدي الكرام، نجمل ما قدمته قناة الأيام الفضائية هذا العام، عام التميز، عام الصمود، عام الثورة، انتفاضة من ثورة الحسين. امتدت الأيام لتستنشق عبير أيامها بهذا الطريق، الإباء، الصمود، والوصول إلى عالمية الحسين. وعبر هذا الطريق الحمد لله هذا العام أثبتت الأيام بأنها أيام زاخرة بمحبة الحسين والسير على نهج الحسين الحمد لله يومياً، وعلى مدى أكثر من 14 يوم، يعني أعتقد من يوم 5 أو 6 صفر باشرت قناة الأيام بشبكة المراسلين يوميا من الساعة 5 عصرا ولغاية 9:30 أو 10 مساء، غير ساعات البث المباشر صورة مباشرة. هذه ساعات خاصة بهذا برنامجنا اللي هو شبكة المراسلين، مراسلين أبطال الصناديد مع مصوريهم امتدوا على طرقات العراق الصامد من النهر إلى النحر، من شلامشة، من زرباطية، من السماوة، من الكوت، من بغداد، من الكاظمية، من المسيب، يعني مختلف الطرق. ومنتصف هذا الطريق زملائي كاظم، محمد، علاوي، ظفر، يعني ما أعرف أنسى، عباس، نور، هذول المراسلين الأبطال. وأيضا يمكن منتظر عندنا، وما أنسى أبطالنا أيضا في الاستوديو اللي ذكر لي إياهم أبو صالح، وأذكرنا قسم من عندهم وقسم الآخرين، مصطفى وراس، الأبطال اللي فعلا هم قدموا، فضلا عن الثابتين اللي يومين نذكرهم، مونتيرنا العزيز أبو كميل اللي هو عليه جهد ولود، عندنا الكثير ياسر، سيد الفقار، حيدر، أبو صالح، هذا الرجل العملاق اللي هو نقدر نقول قبة الميزان، يعني بيضة الميزان، اللي ما شاء الله اللود والمحورية كانت كلها بيده وأدار هذه الأمور. ومن ننسى، من ننسى أخونا العزيز اللي هو نقدر نقول شمعة الأيام
سيد زين العابدين جزاه الله خير، وأسأل الباري عز وجل أن تكون هذه الأيام الزاخرة في ميزان حسناتكم يا خدمة الحسين عليه السلام، يا أبطال الحسين عليه السلام. هكذا هي الأيام، وهكذا نحن نخدم الحسين عبر أيامنا. أسأل الباري عز وجل أن تكون أيام هذه القناة بأيامنا حسينية، علوية، فاطمية، زينبية، محمدية. الجميع اليوم شعلة نشاط. تعال طه يمي، تعال طه يمي. وأيضا ما أنسى زميلي العزيز طه اللي هو كان وياي على طول هذه الفترة. وطه يمكن الشاقين قلنا له أبو القيمة، طه يحب القيمة، طه جزيت يعني خيرا على هذه الجهود. حجي ما تنوصف أبد يعني المشاعر اليوم. يعني أبو الموكب يفارق ويقول هاي آخر ساعة، وطه هم ما دمعته عزيز عدنا. نسأل الله أن يعودنا السنة الجاية، وحتى لو ما موجودين والله خذ أمانته أكو غيرنا راح يجي يكمل هاي المسيرة ويوقف خلف العدسة ويوقف براسل. حتى لو أنت موجود ما موجود راح تبقى مسيرة الإمام الحسين تنقل لجميع العالم إن شاء الله. أنا ليش خير طه؟ طه يعتبر نموذج من إخواني، يمثل المصورين كجعفر، حيدر، الأخوة الباقيين للأبطال اللي ما ذكرت أسماءهم أعتذر من عندهم. الجميع اليوم، الجميع قناة الأيام أثبتت حسينيتها. اليوم نفتخر، نفتخر نشتغل بقناة حسينية، وحقيقة يزيدنا هذا الفخر ويزيدنا قوة ونشاط ويزيدنا دافع. عمي هنيئاً لكم يلي صممتوا هذا البرنامج واقترحتوا هذا البرنامج وعملتوا بهذا البرنامج وجعلتوا شبكة المراسلين تكون فخر إلنا ونبراس إلنا. لأن عمي والله والله أقسم بحق هذا اليوم اللي هو ليلة الأربعين، إذا فسنا من السنوات من نوقف على هالطريق نحس فقدنا فشيء من عمرنا. لا، قلوبنا تروح، حياتنا تروح، وجودنا هو خدمة الحسين، والحسين عليه السلام هو نبراس للحقيقة، نبراس للثورة، نبراس للعقيدة، نبراس للعدالة. أخواني الأعزاء، في ختام هذا اليوم أذكر مو فقط هذه الأيام هي أيام الخدمة الحسينية. أيام الخدمة الحسينية تمدد على طول السنة. كل احنا يريد من عندنا الحسين نسير على طريقته وعلى نهضته وعلى ثورته وعلى عدالته وعلى مبادئه وعلى عقيدته، نرفض الظلم وننفض الاستهتار وننفض كل ضيم ونرفض الفساد. أختي العزيزة اليوم اللي سرتي على هذا الطريق فدوى روح لك، للذبين حجابك، للضحكين، لأن زينب هي اللي علمتش هذه المسيرة. إحنا مو بس أيامنا 17 و14 و15 يوم، أيام نكون كل السنة حسينية، لأن المهدي المنتظر هو اللي سجلنا. وأسأل الباري عز وجل أن يوفق الجميع، كل العاملين في قناتنا الغراء، أسأل الباري عز وجل أن تكونها في ميزان حسناتهم. وإلى لقاء قريب إن شاء الله. السنة القادمة، السنة القادمة، السنة القادمة نبقى على هذا الطريق ونقول حسينيون حتى الظهور. وإلى لقاء، إذا بقيت الروح للسنة القادمة نكون خدام الحسين وخدامكم. إلى ذلك اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.